ازيك يا سعد؟ يخرب بيت اهلك سعد. ايه مش مصدقين ولا ايه؟ تصدق وتؤمن بالله افتكرتك ظبط بحق وحقيقي. يا لهوي، ايه يا ابني اللي خلاك تعمل كده؟ انت مش خايف للبوليس اللي بجد يقفشك؟ يعني هيقفش واحد ظابط؟ اذا كان خيال المات اللي قاعد بره ده ما عرفنيش، اما نطور وضرب لي تعظيم سلام. المهم انت ازيك يا سمارة؟ قلبي عندك. كتر خيرك يا معلم سعد، الحمد لله. ده انا كنت هتجنن ساعه ما سمعت بالخبر، قلت انا مش هرتاح غير لما اشوفك قدامي. تقوم تخاطر بروحك كده برضه يا معلم؟ وده يجي ايه جنب شهامتك وجدعنتك انت والمعلمه عليات معانا وحسن الجن؟ ناس لبعضها، بس مش كل الناس عندها قلب زي قلبك يا سمار. بقول ايه يا معلم سعد؟ سيبك يا اخويا من القلوب دلوقتي واثر في الكلام، احسن حد يخش علينا وانت بالهدوم دي. ليه يا معلم؟ وانا ولا مؤاخذه مش لايق في البدله الميري ولا ايه؟ فاشر يا اخويا، مش لايق ده ايه؟ دي كانها مقصوصه لك بالظبط. اه والله العظيم، يعني هما اللي بيلبسوه احسن منك. طب تصدق وتامن بايه؟ اول ما دخلت عليا كده وبصيت لك فكرتك الاستاذ انور وجدي. انت عامل انت وحسن هتفضلوا مستخبيين كده على طول؟ اه والنبي يا اخويا، ده انتوا بره السجن وكانكم محابيس، ده عيشه ايه المنيله دي؟ هو الشهاده لله المعلم فتوح مش مقصر، عامل الواجب وزياده. طب واخرتها يا معلم سعد؟ هتكون ايه يعني؟ بكره البوليس ينسانا، اصل البلد يا سماره مليانه ناس هربانين، هيقبضوا على مين ولا على مين؟ المهم خلي بالكم من نفسكم. ما تخافيش، المهم نطمن عليك انت الاول. بالحق يا معلم سعد، هما الناس اللي حطوا القنبله عندنا في القهوه، من اياهم؟ مين اللي قالك؟ حبيب القلب يا نسيني. سلطان ولا فتوح؟ لا امين عليك والنبي ما نجيب سيرتهم احسن، بعدين يغمى عليها تاني. امال مين حبيب القلب ده يا سمار؟ واحد يا اخويا طويل افندي كده ملهوش 30 اي لازمه، ما تعرفش يتحدف علينا من انه داهيه. خدي بالك يا سماره من العيال الافنديه دول، كلامهم كتير وساعه الجد ما بتلاقيهمش. يسلم فمك يا معلم سعد، يسلم فمك، انا ريقي ناشف مع البت دي. ياه، ده انت باين عليكي واقعه قوي. واقعه ده ايه؟ قول غرقانه ومش لاقيه حد يحتف لها طوق الناجة. هو مطلع عينيها وهي مطلعه عين اهلها. ما هو الحب سلطان ما يغلبوش الجانة معلمة. انت هتقول لي يا اخويا على حب المعلم سلطان وحلاوته؟ ليه؟ وهو المعلم فتوح كخة ده مستعد يشيلها جوه حباب عينيه؟ ولا كلامك معسل يا سعد على الاخر. المهم سمارة يا معلمة، انا لازم اسيبكوا بقى لحسن زمان حسن الجن قلقان عليا قوي. اشوف وشك بخير يا سمارة. كتر خيرك يا معلم سعد. سلامة يا معلمة عليات. تسلم رجلك يا اخويا، ما نجلكش في حاجة وحشة. أنست وشرفت يا سعد. الواد سعد ده راجل ما جابتهوش ولا ده ابن حلال مصفي. سمعت يا مزغودة؟ سمعت بودانك يا مقصوفة الرقبة؟ سمعت يما سمعت. بس أعمل إيه بقى؟ اللي في القلب في القلب. انت بتستهبل؟ اديك مكافأة على ايه؟ هو انتوا عملتوا حاجة؟ كفاية عليكم العربون اللي انتوا خدتوه، ولا استفدت ايه من الناس في القهوة؟ انا عايزكم تنسفوا البنت، ما هي قط بسبعة ارواح، بكرة تخف وتخرج. خلصوني منها وشوفوا انا هكافئكم ازاي. يلا كفاية كده، مع السلامة. مالك متزعق مع مين؟ مع العيال اللي مش عارفة تشوف شغلها. وفي اخبار عن عبد المجيد؟ قريب قوي ان شاء الله هتسمعي اخبار كويسه. يا ريت، لحسن بنتك قاعده في اوضتها مش طايقه حد يكلمها. انا عمري ما كنت اتصور ان الولد اللي اسمه كمال ده يسيب بنتي انا ويبص البنت من الشارع. الو، يا احلى صباح في الدنيا كلها فنجري باشا. يا اهلا وسهلا، صباحك كراميلا باللوز ان شاء الله. المعلم موجود. ثانية واحدة يا باشا. معلم سلطان. البشارة يا معلم.
طب وربنا انا بحب اسمع صوتك قوي يا سفنجري. يا مرحب يا الف مليون مرحب. بقول ايه، انا جاري بلح زهول منزلش منه غير الملك فاروق. انا بقى قلت محدش هياكل منه بعد الملك الا حبيبنا سفنجري. ايه الاخبار يا حلو؟ بكره الساعه 3:30 ماشي خلاص. الساعه 3 بالتمام هتلاقيني قدامك نشرب القهوه سوا لغايه ما يرن التليفون. سلامه سلامه يا ابو المدعه كلها مليون سلامه. كله تمام يا معلمه؟ يا دي انا موقفه جنبي وانا بتكلم. اعمل ايه يا معلم؟ متشوق للشغل يا معلم ورقي متشحتف عليه، وبعدين بفرح نفسي يا معلمه بكل كلمه اقولها لك فنجري بيه. لا لا يا سيدونجل، انا قلت مليون مره مش عاوز جنس مخلوق يقف جنبي وانا بكلم سفنجري. بس انا مش جنس مخلوق يا معلم، ده انا دونجل دراعك اليمين يا معلمه وصبايك. ولا مش لازم تعرف كل حاجه يا سيدونجل، فهمتها ولا اقول لك تاني؟ فهم يا معلم. لازم تعكر دمي على الصبح. نحليها منك ولا من نسواني؟ جاتك البلد قول يلا، قول هات القهوه. جاتك البلد انت واللي في بالي. اشتم زي ما انت عايز يا معلم، واللي انت محرج تقوله لي اكتبه. السلام عليكم. اوضه الانسه سمره اللي عايزين حضرتك زعمها. شكرا. وعليكم السلام. اوضه الانسه السماره. ايوه دي اوضه الانسه السماره. يلزم خدمه؟ ممكن نشوفها ونقدم لها بكل وردات. انتوا مين؟ احنا قرايبها. اللي اعرفه ان السماره ملهاش قرايبه فندي. احنا قرايبها من ناحيه والدها عم مسعود افندي. قلت لي بقى. طب هات الورده بقى دخلوها لها واشوف عايزه تقابلكم ولا لا. لا افضل انا اقدمه بنفسي. انا قلت انا هاخد الورده ادخله يا عنانة. الورده ماله بتقول كده ليه؟ الوردة في حاجة؟ لا ما فيهوش أي حاجة. ما فيهوش أي حاجة؟ أنا لازم أفتش. قول يالا! أنت يالا! يا ولاد الهرمة، قنبلة؟ يعني لو شدوا المسمار كانت هتفرقع فيا أنا؟ معقولة؟ يوصل بيهم الإجرام للدرجة دي؟ أنا نفسي بس عايز أعرف مين اللي عايز يخلص مني؟ هو انت لو ليكي في السياسه كنا قلنا خايفين منك وعايزين يخلصوا عليكي. المستشفى هنا خطر عليكي، لازم تسيبي هنا وتروحي مكان ما حدش عارفك فيه. ما هو الدكتور مش عايز يخرجني، بيقول مش عايزني اعرض وشي للشمس. وبعدين قلت له يا دكتور لو قعدت هنا هيقتلوني. قال لي ولا يهمك، انا هبلغ البوليس وقفوا لي الجوز عساكر بره على الباب. امال الفتوه اللي بره ده بيعمل ايه؟ هيعمل ايه مع ناس معاها قنابل ومسدسات؟ والله انا خايف حد يدي ربع جنيه يدخله اوضتك. لا نعم انا ما بحبوش ولا بقبله، بس هو برضه راجل جدع. صدقيني يا سمره هو ده اللي هيحصل. انا هروح اقابل مدير المستشفى واتفاهم معاه عشان يزودوا لك الحراسه، واذا ما عملش كده انا هحمله المسؤوليه. طب الناس دول هيبقوا من يمتك؟ سواء من يمتي من يمت اي حد تاني لازم يتحملوا المسؤوليه، ويا اما هروح اقابل الحكم دار. وانت بتخاف عليا قوي كده يا سي كمال؟ صدقيني لو قلت لك اني بخاف عليك اكتر من نفسي. صدقك والله العظيم المرة دي مصدقك. المهم عندي دلوقتي ان انت تقومي بالسلامة وتخرجي من المستشفى، وشوفي بقى انا هعمل لك بعد كده ايه. يا مصيبتي اوعى تلبسني بتاع تاني وتخليني ارضن عشان خاطر اهلك. لا لا يا سمار، انا عايزك زي ما انت كده. واهلك هيوافقوا؟ مش مهم يا اهلي، مش مهم خالص. انا اهم حاجة عندي انك تفضلي طول العمر جنبي يا حبيبتي. حبيبتي؟ ده أول مرة تقولها لي يا كمال. هتسمعها مني طول العمر يا حبيبتي. طب قولها لي كده تاني يا حبيبتي. يا معلم. مين؟ انت نايم يا معلم؟ لا مؤاخذة، بعد كل اللي حصل ده وبتنام لسه؟ انا مطمن انك قاعد معاها جوه. خلاص عموما انا هجيب لك عسكري. عسكري ليه؟ انا عملت ايه؟ ما تخافش انا هجيبه عشان يخدك في الحراسه. نام نام يا فتوة. ضلوا معاك انا مكتوب مدد حي.
معقول يا معلمة سايبة بنتك لوحدها بعد اللي حصل؟ لا مؤاخذة يا معلم، المنيل على عين أبوها يا أخويا سباء، وأنا كنت بجيب لها هدمتين تغير فيهم منهم للأولاد الحرام، هيضيعوا البنت مني يا معلم. شوف يا معلمة، بقى سلامة في خير وخير في سلامة. أنت بنتك تطلع من المستشفى على بيتي عادي. مش فاهمة يا أخويا قصدك إيه؟ قصدي يعني إن إحنا بنتك لما يعرفوا إنها في بيتي محدش يقدر يهوب منها، إحنا نكتب الكتاب ونعلق جواب، استبينا؟ يا لهوي، لا مؤاخذة ليه يا معلم؟ قالوا لك على سمارة بايرة ولا مش لاقية عرسان؟ كده أهو من غير زفة وعوالم وفرحة الدنيا. يا ست نكتب الكتاب الأول وبعدين نعمل لها اللي هي عايزاه. أنت مش فاهمة، أنا أصلي خايف عليها عشان الناس لما تفهم إنها عندي محدش يستجري يهوب ناحيتها. اللي فيه الخير يقدمه ربنا يا معلم فتوح. بس بقول لك إيه، أنا مش عايز حد يعرف أي حاجة في الحارة إن شاء الله أبوك. أنا عايز الناس كلها تقوم من النوم فجأة تلاقينا متجوزين، استبينا؟ ما لسه قايلة لك يا معلم، اللي فيه الخير يقدمه ربنا يا أخويا بالإذن. محتاجة يوتا حاجة؟ خيرك سابق يا معلم، تشكر. سلام يا معلم سلطان. سلام يا معلم. سلام يا معلمي. هلا بلاجة. يا معلمي، غير لي الحجر ده من عليها الاثنين. لا ده بينها اتطور. صعب سلطان. شقة 8 عند الأستاذ الفنجري. برافو عليك، على طول مراجع. ها؟ ألف سلامة. عظمة على عظمة يا معلم فتوح.
طلعت بقى معلم وقابلت فنجري؟ لا مش على طول كده، لا ولا اكلمه في التليفون عشان اديله الامان وبعدين اطلع اقابل. انت يعني هتعرف نمرته ازاي؟ لا دي بسيطه، اذا كانت الشقه باسمه ندور احنا في الدليل على كل اللي اسمهم فنجري، ودينا عرفنا العنوان، واللي يطلع اسمه في نفس العنوان تبقى هي دي نمرته. يخرب عقلك يا ساعد، ده انت مخك نور قوي يالا. المهم يا معلم توصل لنمره سعاده البيه، وساعتها تبقى انت الكل في الكل. اه ساعتها بقى يا استاذ سلطان يقعد يقشر بصل، خصوصا لما يعرف الضربه اللي بعديها اللي انا محضرها له. خير يا معلم، ما تقول كده وتفرحنا. انا اتفقت مع المعلمه عليات ان انا هتجوز سماره. وافقت يا معلم؟ الا وافقت، ده كانت هترقص من الفرح. هلا سماره؟ سمارتني انا بتكلم على عليات. الله، انت يا معلم هتتجوز البت ولا امها؟ تمام سعد. يا سمير، عرفت دي شقة مين؟ أيوة يا فندم، شقة واحد اسمه فنجري. فنجري؟ فنجري إيه؟ والله يا فندم أنا لسه معرفتش اسمه بالكامل. تفتكر يا سمير فنجري ده يبقى سعادة البيه؟ هيبقى الموضوع كبر قوي. اقعد اقعد. والله ما افتكرش سعادتك، لأن سمعت البواب بيقول لفتوح إن دي شقة فنجري يا فندم. جايز يكون سعادة البيه متخفف شخصية فنجر افندي. جايز يا فندم، كل شيء جايز. عموما يا سمير انا عايزك الفترة اللي جاية تعمل تحريات دقيقة قوي عن فنجر افندي ده، تراقبه ما تخلوش يغيب عن عينك خالص ولا لحظة. جايز؟ جايز يطلع سعادة البيه في الآخر، ولا جايز يكون الخيط اللي يوصلنا لسعادة البيه؟ الو، ايه فنجري؟ مين فتوح؟ معلم فتوح بتاع ضرب شكام بس فنجري. الله 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 الله، ما ردك غامق كده؟ يعني هكون عاوز ايه؟ عاوز مصلحتك طبعا. اهلا وسهلا معلم فتوح، امرني عايز تشوفني؟ بس عدم المؤاخذه انا لازم استاذن سعاده البيت. فيك تسأل المعلم سلطان وهو بيفطمك. واحنا مالنا ومال سلطان؟ لا ده موضوع بيني وبينه. ايوه هيبقى لك في لقمه طريه وحلوه. شوف بقول لك ايه، علشان يبقى الدار امان مش هقول لك اجي لك مكتبك، لا احنا نتقابل بره ونتكلم براحتنا. على فين يا معلمة؟ الله الله يا صالح، انت بتعد عليها خطويه ولا ايه؟ لا مؤاخذه معلم سلطان، من باب العلم بالشيء بس. طيب يا اخوي هنمشي رجلينا شويه، عندك مانع؟ خلاص يا صالح بقى خلاص، المعلم سلطان خلقه ضيق ومش بيحب الكلام كتير. ماشي يا معلمه. خير يا معلم سلطان، امرني يا اخوي. قول لك يا معلمه، هل هلع على الجد والجد ايه؟ هل هلع عليه؟ حلو، انا بقى مش مطمن على سماره هنا. الله، من ناحيه ايه يا معلم؟ من ناحية اللي بيحصل لها ده، انت مش شايفة ولا ايه؟ ده بيضربوا فيها بالأنابل، أنا خايف يجيبوا مدفعين ويحطوهم قدام أوضتها ويضربوا فيها. يا لهوي، هي حصلت للمدافع يا أخويا؟ أيوة يا معلمة، دول اتاروا معاها بالأنابل مش بالرصاص، هما فاكرينها إيه؟ الجيش التامن بتاع الإنجليز؟ خروف 60 داهية. طب لا مؤاخذة يعني، والعمل إيه دلوقتي؟ بنتك لازم تبقى على ذمة راجل، الراجل يحميها، مش أي راجل، لا الراجل العالم كله يخاف منه ويعمل له حساب. وطبعا بقى أنت الست اللي عارفين. ولا مؤاخذة يا معلم، يطلع مين الراجل ده يا أخويا؟ هيكون مين غيري؟ معلم سلطان الدكش، معلم معلمين ضرب الشكمبة. حصل لنا الشرف والمعرفة. جرى لك ايه يا معلم؟ هو انت يا اخويا اول مره تقول لي الكلام ده؟ ما انت قلته لي من سابق. بس المره دي بقى بنتك ما تخرجش من هنا والا وهي على ذمتي، بدل ما تخرج على ظهرها. الشر بره وبعيد يا معلم، انت عايز تكتب على سماره قبل ما تروح بيتها يا اخويا. افهمينا يا معلمه، المهم الاول بس نكتب كتاب ونعلي الجواب،
والعالم كله يعرف انها خلاص بقت مراتي، ساعتها بقى هعمل لها فرح الناس كلها تقعد تضحك عنه العمر كله. ايه لا مؤاخذه يا معلم. ايه سمرة بنتي ما ترضاش تدخل على درة واحدة. ما تأخذنيش في اللفظ، انت عندك ثلاث تهم في بيتك يا اخويا. يا ستي توفي هي الاول ويك عليا نسيب لك الثلاثه، بس بقول لك ايه، مش عاوز جنسي مخلوق يعرف ولا كبير اي حد، خصوصا يبوز الاخص اللي اسمه فتوح ده اللي عاوز يعمل راسه من راسي. وكمان نسوان الثلاثه ما عرفوش ليه، عاوز اعملها له مفاجاه. يا 300 مرحبا يا سفنجري. مش ندخل في الموضوع احسن؟ شربنا شاي وقهوة وعصير. شو العبارة يا معلم فتوح؟ انت عايز تخش في الدغري على طول. انا ما بحب الا الدغري. طب ايه رايك بقى تكسب 3000 احياف؟ ما في حدا يكره المسار؟ حلو. انت عارف طبعا ان المعلم سلطان هو الكل في الكل عند سعادة البيه. في الحقيقة سعادة البيه ما بيفرق بين رجاله، لكن تعرف ان لازم يكون في واسطه بيستلم البضاعه بيوزعها على الرجال بيلم هو الفلوس. تمام تمام، بس سلطان بقى هو اللي مش تمام، عايز يتمريس علينا ومسمي نفسه معلم المعلمين، وبعدين بيخنصر في البضاعه. يعني انا اطلب 500 يديني 350 و400 ويضرب الباقي معاه. لو سعاده البيه بيعرف هيدا الحكي بيزعل كتير. وصلنا للحل، انا بقى كل اللي طالبه منك نمرة سعادة البي بتاع التلفون، عشان عايز احكيله وافضفضله على اللي في قلبي. ولا دمي يسيل مثل هيدا، انا ما بعرف له رقم تليفون. الله، امال بكتبه ازاي ويطلبك ازاي؟ هو لما بيعوزني بيتصل فيا، لكن انا عمري ما شفته ولا عرفت له رقم تليفون. بس تاهت ولقيناه، اول ما يطلبك ويقفل ارفع سماعه التليفون، اطلب السنترال على طول، اتحجج باي حاجة، قول لهم النمره اللي كانت بتكلمني هيديها لك على طول. ولا شو وجع القلب، خلينا بعيد احسن. واقول لك ايه يا فنجري، عشان ما ناخدش وندي في الكلام كتير اخليهم لك 4000. ايه ساكت ليه؟ خايف البيه يعرف. خايف من ايه بس؟ حتى لو عرف مش هقوله ان انت اللي اديتني النمره، هقوله سلطان هو اللي اداني، وبكده نبقى ضربنا عصفورين بتلات حجاجير. ايه الاخبار يا معلم؟ زي الفل. وافق يعني؟ طبعا، وعكمته العربون. مش بقول لك معلم فتوح سيد المعلمين. طب وامتى هيجيب لك نمره سعاده البيه ده؟ اول ما سعاده البيه يتصل بيه هيتصل بيا على طول. ايوه، مين بقى هيتصل بالتاني يا معلم؟ وبعدين بقى سعاده البيه هيتصل بفنجاني، وبعدين فنجاني يتصل بيا. طب هو يعني فنجاني لسه معهوش نمره سعاده البيه لحد دلوقتي؟ كل اللي قلناه ده انت نسيته؟ ما تفهمه يا سعد. سعاده البيه ما بيديش حد نمرته، لما بيجوش حد من رجالته هو اللي بيتصل بيهم. طب وفنجاني عارف ازاي ان دي نمره سعاده البيه؟ يا نهار اسود، واحنا نقول طور يقولوا احلبوه. ايه يا مسعود، انت خارج ولا ايه؟ رايح اجيب سجاير. وان شاء الله راجع تاني. امال انا هروح فين؟ طب يا اخويا بالسلامه، ما تتاخرش علينا. مع السلامه، والقلب ده عينه. بقول لك يا سمارة، اسمعي اللي هقوله لك ده كويس قوي، واوعي حسك عينك تنطقي منه حرف لأي حد. هو فين؟ المعلم سلطان والمعلم فتوح، كل واحد فيهم يا بنتي خدني على جنب وقالوا لي يا معلم عليات، لو عايزة سمارة تخرج من المستشفى على رجليها وسليمة لازم تتجوز واحد فينا، ساعتها ما حدش هيقدر يأذيها ولا يهوب ناحيتها بأي حاجة وحشة. هم قالوا لك كده؟ أيوة يا بنتي. وبعدين بصراحة بقى أنا حاسة اللي عمل العملة السودة دي أهل سكمال بتاعك. أمال إيه؟ عايزينك تتجوزي أي حد غير ابنهم كمال. ها قلتي إيه يا سمار؟ قلت إيه في يما؟ عايزين أتجوز سلطان أو فتوح؟ يا شيخة حرام عليكي يا بنتي، حرام عليك انت تحرقي قلبي عليكي. هو انا ليا غيرك؟ بقولك يا اما، اديكي شفت اللي حصل لي وربنا نجاني ازاي. العمر واحد والرب واحد، انا عندي الموت اهون ان اتجوز واحد ما بحبوش. بعد الشر عليكي من الموت.
يا بنتي اسمعي كلامي وخدي نصيحتي، الفلوس بتلين الحجر. وحياتك، ولما تعشري واحد فيهم وتشوفي فلوسه والعز والنغنغه اللي انت هتبقي فيه، ساعتها بس هتحبيه. انت فاكره ان كمان ده بيشحد؟ يا لهوي على النغنغه والعز اللي هو فيها. روحي شوفي بس السرايا والقبعه اللي اهله عايشين فيها، والنبي اسكتي يا امه. يا اختي اسكتي انت، ما انا كنت زيك كده وتعشمت ان انا هعيش في سرايا وهيتصرف عليا من جنيه الالف. يا بنتي يا حبيبتي، ده انت لسه على البر وشوفي عملوا فيكي ايه. امال لو جه وطلبك رسمي وكتبت الكتاب هيجيبوا لك ايه؟ دبابه يفرقعوكي بيها؟ ولو يوم انا عندي ساعه ولا دقيقه واحده جنب سي جمال تسوى العمر كله. يا بنتي يا حبيبتي، حرام عليكي توجعي قلبي معاكي اكتر من كده بقى. وانت حرام عليكي تظلميه وتوجعي قلبي. خلاص يا سمار اللي تشوفيه، بس يا بختي من بكاني وبكى عليا، احسن ما يضحكني ويضحك الناس عليا. صلي على النبي بقى يا امه والنبي. صلاه والسلام. قومي اندهي لي الممرضه خليتك تحط لي البنسلين. ما حطهوش انا ليه؟ مش في ايديا ايدينا هي يا بنت ولا في ايه؟ هو انت كمان هتفتي فيها يا امه حتى المرض؟ تمام سعادتك. يا سمير وصلتوا لايه؟ عملت تحريات دقيقه عن فنجاري ابراهيم ابو الخير. ايوه وصلت لايه يعني؟ والله يا فندم الشقه اللي مقيم فيها نشاطها مريب شويه. يعني ايه مريب؟ يعني محدش يعرف هو بيشتغل في ايه بالظبط. هو مش مقيم في الشقه دي؟ لا يا فندم، هو مقيم في سكن تاني مع اسرته. يا سمير، انت شايف ايه؟ نستدعيه ونفتح معاه تحقيق؟ والله يا فندم بعد اذن سعادتك، يعني انا شايف نستصدر اذن النيابه وندهم الشقه، يمكن نلاقي حاجه، ساعتها هيبقى تحت رحمتنا ويعترف بشخصيه سعاده البيت. للاسف يا سمير، الناس اللي زي دول ما بيعترفوش بسهوله، الموت عندهم بيبقى اهون من ان هم يعترفوا على الناس اللي مشغلينهم. والله يا فندم نحاول ونضغط عليه شويه، يمكن نوصل للي احنا عايزينه. اهلا سعاده البيت، معلم رزق ابو شادوف. حاضر، ينتظر مكالمة حضرتك يوم الاثنين الساعة 1:30. أؤمر يا فندم. حاضر، مع السلامة. بس تاهت والإناء، أول ما يطلبك ويقفل ارفع سماعة التليفون، اطلب السنترال على طول، اتحجج بأي حاجة، قول لهم النمرة اللي كانت بتكلمني هيديها لك على طول. خايف البيه يعرف؟ خايف من إيه بس؟ حتى لو عرف مش هقول له إن أنت اللي اديتنا النمرة. عقبال عندكم يا اختي وتخرجوا بالسلامه كده. عندنا شويه كده. خلاص استني لي عليا. استحمل. اصل بتقولك يا سماره بقى، الله خلينا نهرب من هنا يا بيت. الف بلا عشان بكره ترقصي وتزياتي وتلعلاتي وتبقي قشطه القشه. طب ليه؟ فنجاري بوليس؟ لا شو بوليس؟ فتش الشقة. شايف اللي انا شايفه يا معلم سلطان؟ شفته يا فتوح. انت بقى يرضيك الكلام ده؟ انا مش فاهم.
ليه ما قالوش لأي حد فينا يروح يجيبها بالتروبيل بتاعه؟ ده انا كنت ناوي اعمل لها زفه من القصر العيني لحد هنا، زفه ما اتعملتش لاي عيان خارج من المستشفى. صدق انت خدت الكلام من على طرف لساني، انا كنت ناوي اعمل كده. وانت تعمل كده بمناسبه ايه؟ يعني ما انت فاهم انا اقصد ايه؟ لا يا اخويا فهم. افهمك، سماره دي خطيبتي انا وكاتب كتابي عليها، كان هيتم النهارده في المستشفى. صدق بالله نفس الكلام اللي امها متفقه معايا عليه. لا معلش يا فتوح، عشم ابليس في الجنه. الله، ما تتلم يا راجل انت، فيها سلطان. سلطان كرحاف؟ لا ده انت نسيت اصلك بقى. جراك ايه؟ انت ناسي انك واقف قدام معلمك سلطان الدوكش، سيد معلمين ضرب الشكامبة؟ شوف يا معلم شكامبة، الحكاية مش بالكلام، العبرة بالخواتيم. فيها معلمين، الموضوع مش مستاهل اللي انتوا بتعملوه ده. ما شوف المعلم بتاعك بيهلفط بيقول ايه؟ انا برضو اللي بهلفط يا فتوح، ده انت راجل ناقص صحيح. واحد الله في قلبك يا معلم سلطان، وسامع كريم. اسكت انت يا بلاجة، انا قد هدوك. مش كده يا جدعان، ما تشمتوش الناس فينا وتضحكوا الواد الافندي علينا. ما انتوا شايفين راكبين في العربية وابوها وامها ناقصين يقولوا تمختار يا حلوة يا زينة. ايوه صحيح، ازاي يحصل الكلام ده قدامنا فتوح واحنا ساكتين؟ احنا هنبقى مسخرة في الحيط يا سلطان. باشر ده لا يمكن يحصل ابدا، الواد ده لازم يتقدم حتى لو كان ابن باري بديله، انا همسحه من على وش الدنيا. ما تطمنش قوي يا فنجري، صحيح ما لقيناش حاجة بس مسيرك هتقع. ولو اجيتوا ألف مرة ما راح تلاقوا شيء، لكن مع عدم المؤاخذة يعني اجيتوا وفتشتوا ودورتوا وقلبتوا البيت، معك إذن النيابة قبل ما تيجي؟ يلا بينا. أنستوا ونورتوا، ديروا بالكم على حالكم، اركبوا كلكم الأسانسير مع بعض، اركبوا إن شاء الله توقعوا. ألو؟ أنت طالب مين؟ سعادة البي؟ سعادة البي مين؟ مفيش حد هنا اسمه سعادة البي. أنت مالك نمرة مين؟ مع السلامة. مين؟ أنا يا هانم. مساء الخير أفندم. مش حضرتك الراقصة المشهورة ناني؟ أيوة، يلزم خدمة؟ لو سمحتي بدي سعادتي البي هلا. هو أنت اللي اتكلمتي في التليفون من شوية؟ أيوة، أنا بدي إياه في إشي مهم جدا. أنت مين الأول؟ أنا سكرتيره يا فندم، أنا سكرتيره وبدي إياه ضروري، لازم أشوفه. في إشي صار ولازم أخبره، البوليس كبس على المكتب وفتشه. طب استنى هنا. حاجة يا فنجري؟ حضرتك سعادة البي؟ أنا
يا ساتر يا رب، وده مين اللي قتله ده؟ يا معلم مكتوب قدامي في الجرنان اهو، كانت القضية في ظروف مغمضة غامضة يعني، والبوليس لسه معرفش. وده اتقتل فين؟ في الأسانسير يا معلم. في الأسانسير؟ اشمعنى يعني اللي قتله ما قتلوش غير في الأسانسير؟ صباح الخير يا معلم سلطان، وانا اقول لك يعني ما تستاهلش. يا عم اقعد بقى على الصبح انت راخر. تعال شوف المصيبة اللي طبقت فوق دماغنا. مصيبة؟ مصيبة ايه؟ قتلوا فجري. تعرفت منين؟ ما الجرنان يا معلم اهو مكتوب اهو. سلطان اوعى تكون انت اللي عملتها. ايه رايك يا فتوح؟ ما الصبح يا عم على الصبح، ده راجل كان حبيبي الروح بالروح. طب ده انا خايف بقى يشد رجلي. طب وانت تخاف ليه؟ ما هم اكيد هيحققوا مع كل اللي كان يعرفه. الحمد لله انا ما كنتش اعرفه ولا بيني وبينه حاجه. طب هما كمان ايش عرفهم ان انت كان بينك وبينه اي حاجه؟ مش جايز يلاقوا اسمي ولا رقم تليفوني عنده، ولا جايز الواد البواب يوصف لهم شكلي؟ اسمك ونمره تليفونك عنده؟ يا نهار اخبر. مالك انت خدت كده ليه؟ يا معلم فتوح انت خايف من ايه؟ هو انت كنت تعرفه ولا في بينك وبينه اي معرفه؟ لا ولا معرفه ولا حاجه، بس عشان خاطر معلم سلطان يعني، لا مؤاخذه ما هو لو راح كمان ده المعلم الكبير بتاعنا هنضيع من غيره. حتى لو ما شدونيش برضه في مصيبه اكبر. مصيبه ايه؟ كف الله الشر. الراجل اهو اللي كان همزه الوصل بيني وبين سعاده البيه اتاكل. تقدر تقولي هكلم سعاده البيه ازاي بقى؟ هو انت ما عندكش تليفونه؟ ولا هو يعرف تليفوني. أكيد يا معلم فنجاري بيه كان كاتب نمرتك عنده. اخرس يا غرابي البين، فالله وانا فالك. يا معلم انا ما بفولش عليك، يعني مش قصدي ان البوليس هو اللي يلاقي النمرة، قصدي ان سعادة البيه يلاقي النمرة واتصل بيك. بس عارف يا فتوح الموضوع ده فيه إمرة. فنجاري ليه اتقتل؟ ومين اللي قتله؟ أكيد عمل حاجة غلط. تفتكر اللي قتله ده مصلحته في الموضوع ده إيه؟ أقولك أنا معلم، أكيد حد حب يلعب كده ولا كده ولا يدور وينخرب ورا سعادة البيه فخلص منه. يا أخي اتنين أنت وتخرس خالص. الله، هو يعني في حد يستجري يلعب مع سعادة البيه؟ ده أكيد اللي قتلوا أعداء سعادة البيه ولا منافسينه. يا معلم يا معلم، المهم من ده كله إحنا ظروفنا تبقى إيه بعد كده في الشغل؟ هنشتغل مع سعادة البيه إزاي يعني؟ ولا هيعرف يكلمك تاني إزاي؟ بقى سعادة البيه بكل دماغه دي مش هيعرف يوصل لنمرة تليفون سلطان. صباح الخير يا معلم. صباح النور يا سلافندي. ايه يا اخويا خير؟ برضو جاي تاخد سمارة وتخرج بيها؟ لا انا بس هتكلم معاك كلمتين وهمشي على طول. هو انت ايه يا سلافندي؟ ما بتتعبش؟ ما كلامة؟ كفاية اخويا الكلام اللي في الحارة كله، سيرتنا بقت على كل لسان، اللي يسوى واللي ما يسواش. ليه بس كده يا فندم؟ افندم؟ اصلك لا مؤاخذة عامل زي الخيلة الكدابة، داخل طالع طالع داخل وما منكش اي فايدة. ان شاء الله هتسمعي اخبار كويسة. هي سمارة لوحدها جوه؟ طبعا سمارة جوه، ابوها معاها كمان. ايه تكونش فاكر نفسك جاي تستفرد بالبيت؟ معطلكش يا اخويا لا مؤاخذة بالاذن. سايبه سماره يا اخويا لوحدها وابوها متنيل على عينه نايم. هي مش خلاص قامت بالسلامه؟
قلقان عليها ليه بقى؟ يا اختي اعمل لها لقمه كده ولا كده، ولو ساحل منيل انت عارف انه مطهور ما يعرفش يخدمها ولا يقدم لها اي طلب. وبعدين انا قلت له قبل ما ينام انا راح اطل على واحده معرفه ومش هتاخر، يقول ايه؟ خلاص قولي له لقيتها تعبانه قعدت معاها لحد ما خفت. تك ايه يا صالح، هي في اخويا واحده تتعب وتخف في لحظتها كده؟ انت عايز الراجل يقول ايه؟ انا مش عايزك تحملي هم اي حاجه، انا النهارده بعد الظهر هخلص كل حاجه. يعني هتعمل ايه يا سي كمال؟ هعدي عليك واخدك ونروح نتجوز. صحيح من دمك بتتكلم جد؟ بس من غير ما حد يعرف، انا عايز احطهم قدام الامر الواقع، ولو حبيت بعد كده اخدك ونروح مكان محدش عرفنا فيه انا مستعد. يا ريت يا سي كمال، انا خلاص يا اخويا سيبت من العيشه ديت. يعني مش هتندم ان انا هعمل كده؟ لا اندم؟ ده انا ليل نهار ما بفكرش غير في كده. استنى انت معلمة عليات؟ نعمين يا سيد المعلمين. وايه اللي بيحصل ده؟ وانا كان كلامي معاكوا كلام في الهوا؟ لا معلمة لا لا، أنا ليه حق عليكم؟ ما تخلينيش أصرف نظر عن موضوع تصليح القهوة. الله، جرى إيه يا معلم؟ يا واش يا واش يا أخويا، مالك داخل عليا بالحامي قوي كده؟ الله، يعني عاجبك واد أفندي زي اللي يلعب بينا كلنا طول النهار داخل خارج عليكم من غير ما يكون أي صفة؟ طب تصدق بإيه يا معلم ومالكش عليا أي يمين؟ وأنا جاية كده دلوقتي مع نفسي عمال احور وادور ازاي اقطع رجل الواد لفندي ده من الحته واخلي البت سماره ملهاش دعوه بيه خالص. لازم تتصرفي بسرعه معلمه وتخلصيني لحسن بيجين النبي اخلص عليه انا وعليكم كلكم واحد واحد، فاهمه معلمه؟ ما همش المعلم سلطان الدوكش اللي تلعب بيه، فاهمه ولا فهمك تاني؟ عيني اطلع يا اطلع. عشان انا عايزاكي في موضوع مهم. موضوع ايه؟ يوه انت مش مستعجله يا بنت مستربعه؟ اقعدي اما اخلص كلامي. انا كمان قلت لابوك النهارده ما يتاخرش وما يدرمخهاش زي كل ليله عشان يبقى فايق للكلام اللي هقوله. ماشي بسلامه. بالسلامه يا حبيبتي. شوفي البنت يا ربي يا سماره يهديكي ويحط عقلك في راسك عشان تنوليني المراد اللي انا نفسي فيه. على نار الشوق حط القهوة. ترررم يلا يا كمال. كمال مالك يا حبيبي؟ كمال تعبان؟ كمال حاضر.
الله في سما يا سمارة، لو ما بطلتي اقواء لحنس الجيبشيبي ده فوق دماغك. راح فين يا سمارة؟ راح البديعة ياما، راح البديعة. والبت تلطخني على القفايا وتروح تقابل الراجل. اهو شوفي ربنا بيعمل فينا ايه عشان كذبتي على امك. اسكتي بقى، انتي شو بتدي فيا؟ فعلا انا في يوم مش عارفة اعيش من غيره ازاي. عدادي يا اختي عدادي، عدادي يا اختي عدادي، كل اللي احنا فيه ده بسببك يا ست سمارة. بكرة يا اختي يتهمتينا ويقولوا احنا اللي عملنا العملة السودة دي، مش عارفة اخرتها ايه، حيرمونا فين اكتر من الرمية السودة اللي احنا فيها. يا رب يا شيخ ياخدوني ويدوني اعدام عشان اقسم كل القرف اللي انا فيه ده. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك عايز ابقى اشوفك في المكتب يا صالح. امرك سعادة الباشا. يولد الإنسان في كل أنحاء الدنيا صفحة بيضاء لا تشوبها شائبة، فقيرا كان أم غنيا، ولكن بعد ذلك يبدأ المجتمع في تحديد ملامحه، وذلك حسب البيئة التي ولد فيها. وتحاول هذه الرسالة أن تجيب على هذا السؤال: ماذا يحدث لو انتزعنا إنسانا بالغ الرشد من بيئة فاسدة وهيأنا له الظروف في أن يعيش في بيئة صالحة؟ مفيش فايدة يا ابني، مفيش فايدة. المجرم هيفضل مجرم، وديك دفعت الثمن.
طب واحنا مالنا باللي قتل واللي ما قتلش يا معلم؟ احنا ناس تجار مخدرات بكل امانه وشرف، صالحنا بقى في القتل ولا بالذات يا معلم؟ يعني هو انا كنت بنفسي في حبها وعايز اتجوزها؟ يعني انا اللي قتلته تعبيط انا ولا ايه؟ وهتخش قدام النيابه تقول الكلام ده؟ ويعني انا اللي قتلته يا فتوح؟ ده معلم لا انت ولا هو، انا بتكلم عن نفسي. ايه بقى اللي جبنا انا هنا واتكلمش في كلام شات وادخل في قضايا قتل وجرايم؟ ما كانوا سابوني زي الواد بلاجه والواد مضحك. ولا عاجبك كده معلم التكتيفه اللي ما تتكتب يا انا دونجل بقى؟ اخرس خالص. تصدق انا الغلطان اللي خليتهم حطوا ايدك في الكلبش بتاعي. لا فيك الخير يا معلم، امال كنت هبقى دراعك اليمين ازاي؟ عبد المجيد بيه، تفتكر حضرتك مين اللي ممكن يكون ارتكب جريمه زي دي؟ مش عارف. هو المجني عليه ما كانش له اي اعداء؟ ابني الناس كلها كانت بتحبه. اصل احنا عرفنا انه كان على علاقه ببنت بتشتغل رقاصه في قهوه تملكها امها في حي كلود بيه. ما عنديش فكره عن الموضوع ده. يعني هو ما حكاش لحضرتك خالص على البنت الرقاصه دي؟ ابني كان على خلق وما افتكرش انه فكر يعرف واحدة بالمواصفات اللي حضرتك بتقول عليها دي. يعني حضرتك ما بتتهمش اي حد؟ لا. عبد المجيد بيه، يا ريت سيادتك تساعدنا، انت شخصيا مالكش اي اعداء؟ كل اللي اقدر اقوله ان ليا منافسين في الاحزاب التانيه، غير كده ما افتكرش. طيب ما هو ممكن يكون حد من المنافسين السياسيين دول هو اللي ارتكب جريمه زي دي. وايه اللي هيستفيده من قتل ابني؟ هما قد ايه يا باشا؟ والله العظيم ماليهم تالت. مين يا سمر؟ سلطان الفكهاني وفتوح الخضري. وعلى فكره الاتنين دول لا بيفهموا في اللحمه ولا في الخضار ولا في اي حاجه، دول تجار مخدرات. سماره، احنا بنحقق قضيه قتل مش قضيه تجاره مخدرات، انت فاهمه؟ فاهمه. هما الاتنين بره عندك، طلع منهم بقى القاتل. طب ما انا عندي فكره احلى، ما تيجي تقعدي مكاني وتشتغلي بدلنا، ايه رايك؟ تعالي يا اختي تعالي اقعدي. عملوا لك حاجه جوه؟ طيب اقعدي. استرها معانا يا رب، النبي تسترها معانا، ده احنا غلابه يا اختي. خش يا معلم سلطان، خش يا اخويا، خش يسترها معاك ومعانا ربنا. سلطان، سماره بتقول ان انت اللي قتلت كمال عبد المجيد سالم، ايه ردك على الاتهام ده؟ اتهام ايه يا سعاده البيه؟ ده كلام يفور الدم الكلام ده، اشمعنى انا؟ لان في شهود قالوا ان انت الوحيد اللي ليك مصلحه في قتله. مصلحه ايه بس يا سعاده البيه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، اذا كنت انا سعاده البيه ما اعرفوش، ولا عمري لساني جه على لسانه لا بالطيب ولا بالرادي. سلطان، انت مش كنت عايز تتجوز سماره مسعود الشواربي؟ وهي رفضتك وفضلت عليك كمال عبد المجيد، وده السبب اللي خلاك تفكر تقتله؟ سعاده البيه بالراحه عليا، مش كده. انا ما انكرش ان انا عاوز اتجوز سماره، ما قلتش لا. بس عدم مؤاخذه مش انا الواحد اللي عاوز اتجوزها، ما في غيري متشحتف عليها ونفسه يتجوزها. حلو قوي. زي مين بقى يا سلطان؟ فتوح الخضري. مين فتوح الخضري؟ سلطان هو اللي بيقول كده؟ ده عايز يدبسني بقى. طب ايش قول حضرتك بقى ان انا لما رجعت سالت المعلم سلطان نفسه ايه الزيطه والحاجات دي ساعه ما الحادثه دي حصلت؟ الله، ما جايش تكون انت اللي قتلته يا فتوح وجريت بسرعه وبعدت عن مكان الجريمه؟ يا سعاده البيه، ساعه الجريمه دي ما حصلت انا كنت في سوق الخضار بتفق مع المعلمين على البضاعه، البضاعه الخضار يعني اللي هي، وحضرتك ممكن تسالهم واحد واحد. ماشي يا فتوح. طب تفتكر بقى مين اللي ممكن يكون قتل المجني عليه كمال عبد المجيد سالم؟ لا دي سهلة يعني، حضرتك
اللي قتله هو نفس اللي قتل التلاتة قبليه اللي كانوا خاطبين سمارة. انت بتشك في حد معين؟ يا سعادة البيه بالعقل كده يا اخويا هشك في مين؟ الله، كل اللي انا اعرفهم اهلنا وولاد حتتنا ورجالة وجدعان. لا يمكن لا يمكن يا اخويا يقدروا يعملوا حاجة زي دي ابدا. طيب بلاش تشكي، تفتكري مين له مصلحة في قتل كمال عبد المجيد؟ يا اختي اجروا يا اخويا دوروا في دفاتره القديمة، الله في سماله هتلاقوا له بلاوي قد كده، وكل الناس عايزة تنتقم من عبد المجيد ده. ما اعتقدش ان في حد عايز ينتقم منه، لان عبد المجيد بيه راجل محترم وله نزاهته ومعروف في المجتمع. يا سعادة البيه اللي بيتكلم مجنون واللي بيستمع عاقل. عبد المجيد بيه ده ياما اذى ناس وقفل بيوت، واخرهم لا مؤاخذة بيوت الدعارة. الاخبار التحقيق يا عبد المجيد بيه؟ النيابة ما قدرتش توصل لحاجة، حققوا مع كل الناس اللي الشبهات حواليهم، لكن ما فيش شخص معين حوالي أدلة وقرائن. الغريب إن أنا سمعت من النائب العام إن البنت اللي اسمها سمارة دي كانت مخطوبة قبل كده التلاتة، والتلاتة اتقتلوا. إذا في شخص واحد هو اللي ورا الجرائم دي كلها، شخص بيحبها ومش عايزها تتجوز غيره. الكلام ده مظبوط، لكن مين هو الشخص ده اللي عمل كده؟ اهو ده اللي النيابة ما قدرتش توصل له. لكن انا بقى هوصل له. لا المرة دي لا، ده مجهول تاني. لا طب بس اهدي اهدي، مفيش اي شبهات او شك حوالين شخص معين، الشبهات حوالين ناس كتير، لكن مفيش دلائل مؤكده حوالين حد بعينه. يعني ايه سايبين القتل يقتل؟ امال انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ ها قاعدين بتعملوا ايه؟ انا المره دي مش هتاك من هنا غير ما اعرف مين اللي قتل سي كمال، واللي قبله واللي قبله واللي قبله. ايه الحكايه؟ ايه مش بيقول البلد دي فيها قانون؟ القانون العمل ايه يا شيخ؟ حرام على الدحالة اللي مات المرة دي، أبوه راجل جامد أوي وكلمته مسموعة. الكلام اللي بتقوليه ده مظبوط، فعلاً عبد المجيد بيه سالم راجل له مكانته واحترامه في المجتمع، لكن اللي لازم تفهميه إن كلنا قدام القانون سواء. أنا خلاص الكلام المزوق بتاعكوا ده ما بقتش آخد منه، أنا مش هتقطع من هنا غير لما تقولي لي مين اللي قتل كمان، واللي قبله واللي قبله. وادي طب ممكن تتفضلي وتديني فرصة أتصرف؟ مش هتفضل. وبعدين معاك يا بت، انت هتتفضلي ولا اتصرف معاك تصرف تاني؟ طيب اسماعيل ارموا البنت دي بره. انا مش هخرج من هنا بره، مش همشي. يا ويلو مني. طيب
والبنت اللي كانت السبب في كل المصايب دي سابوها كده. ما يقدروش يثبتوا عليها حاجة. معقولة؟ معقولة يعني ما تعرفش مين اللي قتل كمال؟ اللي عرفته انها اتهمت كل اللي كانوا عاوزين يتجوزوها. يا ريته ما عرفها، يا ريته ما قابلها، يا ريتك ضغطت عليه عشان يعجل بجوازه بالنورهان، كان زمانه دلوقتي في وسطينا. ابنك ما كانش بيحب نورهان يا أنيسة. بعدين ده قدر، كناش هنقدر نمنعه. قدر حرمني من ابني، قدر حرق قلبي احنا كمان على ضنايا. ليه ما خدنيش انا كبير وشبعت من الدنيا؟ هو لسه صغير، لسه صغير قوي. ليه؟ ليه يا عبد المجيد؟ ليه؟ شفتي يا حبيبي الوليه الموقوسه دي كانت هتوديك في داهيه ازاي؟ ما قلتلك ابعد عن البنت دي احسن لك، دي تجيب الفقر. والاكاده بقى يا معلم ان هما بيقولوا ان هي شهدت في النيابه ضدك. الحمد لله. بص يا حبيبي اي واحده اي واحده اخطبها واحنا الثلاثه كده مش هنزعل ابدا. وانا يا اخويا مستعديه اختارها لك بنفسي. اه امال ايه ولا ايه؟ وانا بقى يا معلم هلبسها لك وازوقها لك واكحل لك ربوش وبعد كده تاكليها هم. شوف شفت يا حبيبي كلنا احنا بنحبك وأوصلة اي واحده الا العقربه دي. ما كفايه بقى الله يخرب بيوتكم. انتوا بتعبوش من الراجل. يلا كل واحد على الزريبه بتاعتها. يلا هش هش يا جاموس هش. سلطان عزيز ما تديني نفس. مركب لها خرطوم حريقه. اسر يا سلطان. الشوان دي مالهم رايقين قوي كده ليه؟ مفيش واحده فيهم حاسه بالمصيبه اللي انا واقف فيها. ايوه مصيبه يا سلطان. هتقول لي انت ناوي تعمل ايه؟ اعمل ايه يعني يا فندم؟ ومن ساعه موت فنجري وهي قافله معايا زي الجمر. يعني مثلا سعاده البيله مؤاخذة ما يعرفلكش اي نمله؟ كان اتصل بيا يا جدع. انت كمان ما تعرفش لا مؤاخذة اي طريقة كده ممكن تقربنا ليه ونوصل له؟ فاهمك ازاي يا فتوح؟ قلت لك 100 مرة الراجل ده ما كانش مدي امان لايوه حد، حتى فنجاري ما كانش يعرفه ولا حتى ولا يعرف تليفونه. انت بس لو كنت قرصت شوية على فنجاري كان زمانه اداك نمرة التليفون. انا كنت فاكر ان فنجاري هيتقتل بسرعة كده. اللي اقول يا معلم متعرفش مين اللي قتل فنجري؟ ولا في قرا لونجو. انا ده عمال يسال فيا كل شويه مين اللي قتل الواد بتاع السماره ودلوقتي مين اللي قتل فنجري؟ اذا كان البوليس والحكومه والنيابه مش عارفين انا اللي هعرف. ما تيجي نفتح المن. تتكلم جد يا فتو؟ اه ما هو في ناس كتير قوي بتروح تفتح المندل وتعرف اللي هي عايزاه. المندل؟ والله ما كان حد يغرله قالت الحكومة عرفت اللي عايز تعرفه. انا بضحك معاك يا راجل انت. ولا ما تعرف لناش اي حد تجيب منه بضاعة؟ ما انا ياما قلت للمعلم سلطان سيبك من سعادة البي ده اللي احنا معتمدين عليه في كل حاجة وندور لنا على سكة تانية بس المعلم يعني مش معبرنا. والراجل ما كان ماشي معانا حلو هسيبه ليه؟ الله والمثل بيقولك اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. يا معلم هو انت كنت تعرفه؟ انت كل اللي تعرفه عنه صوت. وانا محتاج اشوفه ليه؟ ما كنا بنعمل معاه مصالح محترمه وماشيه زي الفل، محتاج لوشه في ايه؟ ادينا بقينا محتاجين لقفاه دلوقتي يا معلم. بس انا بقى جاتني حته فكره. ايه فتوح؟ معلم سلطان مش موافق. بيقول البحر له رجالته واحنا ما عندناش خبره في الحاجات دي. معاه حق يا معلم، رجال بلور رجالته. طب وماله يا سيد؟ اللي يسأل ما يطهش، ندور على رجاله. المهم يا معلم مين اللي هيجلب؟ يا عم ندور واكيد هنلاقي.
هو انت مش بتقول ان سعاده البيه ده هو التاجر الوحيد اللي بيجلب البضاعه من بره وبعد كده بيوزعها عليكم؟ انا بتهيألي اكيد لازم يبقى فيه ناس ثانيين، يعني مثلا لو رحنا العرب سينا، رحنا السويس، مرسى مطروح، اكيد هيدلونا. يعني خلاص مفيش امل في سعاده البيه ده؟ سعاده البيه بقى الله يرحمه ويرحم ايامه، الصله اللي كانت بينا وبينه اتقطعت. ده احنا خلاص كنا هنوصل لنمر تليفونه. والله كانت الحكايه فرق ساعه ولا ساعتين. يلا المهم انا هدعبس كده ولا كده عشان اشوف حل في المصيبه اللي احنا فيها دي بدل القعده اللي احنا قاعدينها. مش ملاحظ حاجه غريبه اليومين دول يا معلمي؟ فاجتيون يعني المعلم فتوح بقاله كام يوم كده مختفي وسايب الدكان اللي الواد بلاجه وهو ما بيظهرش خالص. جايز جايز مريح، ما انت عارف الشغل اليومين دول. بس انا لو مؤاخذه يعني يا معلم شايف حاجه تانية. حاجتي بتكلم على طول ولا لازم تشحتفني معاك يا معلم؟ انا حاسس ان فتوح بينخور وبيدور عشان يجيب بضاعه من حد غيرنا لو مؤاخذه. تفتكر؟ اه يا معلم، انت مش فاكر لما قالك ان هو عايز ينزل البحر بنفسه؟ هو يعني قد الكلام ده؟ ما هو زي ما قلت له قبل كده شغلانة البحر دي محتاجة رجالة صنف تاني، رجالة يعوموا أدعم السمك. ما أنا يا معلم قلبي متواغوش وخايف لا يكون غطسان اليومين دول يعني بيدور على دولاب رجالة عشان ينزلوا البحر ويجيبوا له بضاعة. خلاص يا أخوي يبقى احنا نستنى ونشوف، ويا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. يعني يا معلم؟ يعني احنا نقعد ونحط ايدنا على خدينا ونشوف فتوح هو بينزل بضاعة في السوق؟ وعايز نعمل ايه؟ ننزل البحر احنا كمان يا معلم، ما احنا برضه مش قليلين. انا يا اخويا ما اشتغلش في حاجه ما بفهمش فيها. عفارم عليك يا معلم، هو ده الكلام المظبوط. بقول لك ايه يا واد يا دونجو، خف على المعلم وبلاش تزقه في السكه الخاطره. ساعتها يا حبيبي انت مش هتنفعنا، احنا عندنا سلامه المعلم بالدنيا. الله يخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم، انتوا بتتصنطوا على الكلام اللي بنقوله. طب قسما عظمه لو كلمه من اللي قلناها تطور كده ولا كده يخلص عليكم. خلاص يا معلم، هو احنا يعني كنا رسينا على حاجه؟ ما انا عمال اهاتي من الصبح وانت لو مؤاخذه مش عايز تسمع كلامي. وكلامك يودي في ده يا سيد انجل. قفل يا واد على السيره دي، انا ماليش في شغل البحر، وإذا كان فتوح هيشتغل فيها وعجبك يا أخويا روح اشتغل وياه والقلب يدعيلك أنت وهو. أنا امبارح بالليل كنت قاعد مع المعلم حسون الضبع، ده أكبر جلاب بحر، بيد تجار من أول بني سويف لغاية أسوان. إيه ده باين عليه راجل جامد أوي. طب وده هيرضى يشتغل معانا يا ريس؟ المهم إحنا اللي هنشتغل معاه. كلام إيه ده يا معلم؟ صبيان يعني؟ صبيان إيه يا ساعد؟ هو هيجيب البضاعة ويصبرها في البحر، وفي رجاله هتطلعها لنا على الشط. انا مش عارف ليه يا معلم مش مطمن لشغل البحر ده. ايه بس يا سعد، ده الشغلانه دي فيها مكسب اجدع من سعاده البي 100 مره. المهم يكون في رجاله يعرفوا يغطسوا في الميه يجلبوا لنا البضاعه. معلم حسون اداني كام اسم واحد بس، رجاله ايه ما جابتهاش ولاده. الله، طب واحنا هنشتغل ايه بقى؟ احنا هناخد البضاعه ونخزنها. المهم يا معلم، الناس دي انت مالي ايدك منهم؟ ما كنتش جازفت بمالي وحالي، اعمل ايه بس يا حسن؟ طب المهم يا معلم، هنبتدي الشغل امتى؟ هو المعلم حسون هيدينا الميعاد، انا كل اللي طالبه بقى ان المعلم سلطان ما ياخدش خبر باي حاجه. انت لو تديله بضاعه يا معلم؟ ده بعده، ده لما يشوف حاله بتودنه. من هنا ورايح مفيش في السوق غير معلم واحد بس، فتوح النمر. الو وفيقة، ازيك يا حبيبي وحشتني، انت فين؟ لسه في نفس المكان؟ شفت اللي حصل لنا يا وفيقة؟ حد كان يصدق ان كمال ابن خالك يجرى له اللي جرى؟ كان لازم يا حبيبي تيجي وتعزي خالك او حتى تكلمه في التليفون وكلم فايزة، دي حالتها وحشة قوي قوي. طب هشوفك امتى؟ مش عارف، انا مش عارفه الا اطلعك ظابط بس.
فايزة، فايزة. نعم يا بابا. ارفع السماعة، هو في عاوز يكلمك. أيوة في حياتك البقى. أنا عارفة يا وفيق ومقدرة، مكنتش هتصور إن دي هتكون نهايته. غصب عني، غصب عني يا وفيق، مش قادرة أتصور إني مش هعرف أشوفه تاني. ماما، ماما ضايعة خالص يا وفيق، قافلة على نفسها اوضتها ومش عايزة تكلم اي حد. انت اول ما تلاقي فرصة تكلمني وفيق كلمني. انا دلوقتي محتاجة لك اكتر من الاول. ضروري يا وفيق، ضروري. مع السلامة. اهلا اهلا سمارة يا بنت. ازيك يا عم ماركو؟ نحمده. امور يا بنت؟ امر لله وحده. كنت عايزاك تشوف في دفتر التليفونات نمرة واحد اسمه عبد المجيد سالم. عبد المجيد سالم؟ انا متهيألي سمعت الاسم ده كتير. ايوه، ما يكونش هو ده النائب اللي في البرلمان اللي مسمينه النائب المشاغب؟ طولي على نمرته. انت محتاجة منه حاجة؟ ايوه افتكرت، مش هو ده اللي دبح ابنه هنا في الحي؟ انت هتدورلي على النمره ولا اروح اشوفها في مكان تاني؟ نقول لها مين حضرتك يا فندم؟ طب دقيقه واحده، ست فايزه، ست فايزه، تليفون عشان سعادتك. مين؟ واحده بتقول انها صاحبه حضرتك. ما قالتش اسمها ايه؟ لا يا فندم. طب روح انت. الو، مين؟ سمارة؟ ايوه انا سمارة يا ست فايزة، ورحمة المرحومة تقفل السكة. والله العظيم انا ماليه دخل باللي حصل يا ست فايزة، انا عايزة اشوفك ضروري. كنت عايزة اجيب كبيرة صورة لسي كمال. شوف اي مكان انت عايزاني اجيلك فيه هجيلك فيه. طب اجيلك الصبح بدري ولا اخر النهار؟ كتر خيرك يا ست فايزة، ربنا يخليك. ماشي، مع السلامة. هو ايه اللي حصل بالظبط يا ست سمارة؟ كمان مش عايزة تردي؟ طب قولوا كتر خيرك يا عم مدكوب. انا عايز الشغل يا رجالة يبقى على مية بيضة، وعلى مية بيضة دي يعني بسرعة يبقى كله في التمام. ان شاء الله هتنبسط قوي مننا يا معلم فتوح. حتى بسأل علينا المعلم حسون الضبط، احنا عاملين معاه كذا عملية وكان بيدينا الطاقة. ايه؟ اي والله يا معلم فتوح، احنا سمعتنا في السوق زي برلاند. وانتوا بقى بتبقوا عارفين مكان البضاعة المصبرة؟ الكلام ده بقى يبقى يقولوا المعلم حسون الضبط للمعلم فتوح ويبقوا يبلغونا بيه. في حد ما مستنى على بره يا معلم؟ المعلم سعد والمعلم حسن والواد بلاج، هما ياخدوا منكم البضاعه ويروحوا يشونوها. وعندكم مكان تشونوا فيه؟ انت مالك بقى، ده شغلنا احنا. ومين بقى الريس اللي احنا هنسلمه؟ الريس سعد هو اللي هيبقى بدالي، كان انا موجود بالظبط. السبيل يا رجاله كده بقى كله قسط يا معلم. ده بلاجة عاملينها معلمي، مفيش لقمه كده ناكلها مع الرجاله عشان يعيشوا ملح ولا ايه؟ يا معلم حمامه. طب يعني ممكن لو سمحتوا الاسامي تاني يعني عشان نحفظها بس. احنا اسامينا مش صعبه للدرجه دي. محسوبه ميدان الرفاص، وانا سمك الغواص، وانا بقى محسوبكم سلقم العفريت. لا انعم واكرم. حفظت الاسامي ولا ايه يا ابو علي؟ اسامي سهله قوي معلم. عبد الله على السلامه يا معلم فتوح.
ايه كنت مسافر ولا ايه يا فتوح؟ لا والله يا معلم سلطان، كنت تعبان، كنت بعافيه شويه، راقد في البيت يعني. الف الف بشر عليك. الله، ما فين صبيك بلاجه؟ الله، ازاي الواد ده يسيبك تفتح الدكان بنفسك؟ اصله بعيد عنك، عنده حاله وفاه. اه قلت لي بقاء لله. بقول لك ايه، ما تاكلنيش كده، قول لي اخبار البضاعه ايه والشغل. انا قلت لك اللي عندك فتوح، شوف انت بقى اتصرفت ازاي. اتصرف ازاي وانا راقد في البيت؟ يا راجل بقول لك كنت عيان. اياك بس ما تكونش راقد لي انا فتوح. تبلغك عني حاجه يا سلطان؟ اللي على راسه بطحه. لا اله الا الله، ما شوف يا دونجو المعلم بتاعك ده بيفكر ازاي. يا معلم بس هو كان عايز يطمن عليك يعني، عشان انت غبت شويه انت وصبيانه. لا اله الا الله، وانا لا مؤاخذه لما اغيب وابقى بعافيه، صبياني هيجوا يعملوا ايه في الزمن المهبب اللي احنا فيه ده؟ نفسي اصدقك يا فتوح. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. في حد يعرف ان انا هنا؟ لا ما اقدرش اقولهم يا سماره. معلش انا هزرعهم، بس احلف لك بيا ست فايزه انا مظلومه والله العظيم. بس انت اكيد عارفه مين اللي قتل اخويا. والله مظلومه، والله العظيم مظلومه يا ست فايزه. طب تعالي تعالي نروح الجنينه. اسالي وكيل النيابه، انا قلت له ايه يا ست فايزه؟ حتى الاثنين اللي اعترفت عليهم ما عرفوش يثبتوا عليهم حاجه. مع اني مش عايزه اقول لك الاثنين دول بيكرهوا بعض قد ايه يا ست فايزه. كل واحد فيهم بيتمنى للتاني الموت. حتى بابا مرضيش يتهم حد، بيقول انه مش متأكد من القاتل، وبيقول انه لو اتهم حد يبقى كده بيظلمه. انت عارفه مين اللي قتل الست فايزة؟ مين؟ اخوك الله يرحمه. مش فاهمه قصدك ايه. أخوك يا ست فايزة ما كانش يحب واحدة زيي، بس هو اللي أصر، هو اللي خلاني أحبه. حاولت مرة واتنين وتلاتة بعد عنه، بس اللي زي سي جمال ده ما ينسبش. كنت عارفة إن النهاية هتبقى وحشة قوي، عمرها ما هتبقى زي نهاية السيما اللي بتفرج عليها. مش عارفه اكل ولا اشرب ولا انام، كل يوم النوم بصعبه فزوع يا ست فايزه من الكابوس اللي انا فيه ده. والله العظيم صدقيني. صدقك يا سمارة، حسيت ان كل كلمه بتقوليها بتقوليها من كل قلبك. كان نفسي ابوك وامك كمان يصدقوني ويعرفوا ان انا مظلومه. كنت عايزاهم يفتكروني بكل خير، بس والله العظيم لا هنام ولا هشرب لحد ما اعرف مين اللي قتل سي كمال. لانه مش قتل سي كمال وبس، قتلني انا كمان. انا عايزه اقول لك على سر يا سماره، ما كنتش هقدر اقوله كمال اخويا عايش. ايه يا ست فايزه؟ كان نفسي اخويا كمال يتجوزك انت وما يتجوزش نورهان. انتي بتتكلمي بجد؟ لاني كنت واثقه ومتاكده ان اخويا كمال ما بيحبش نورهان، رغم اللي انتي عملتيه في عيد ميلادي، لكن كنت متاكده انك عملتي كده علشان بتحبي كمال، بتحبي حب حقيقي. لكن نورهان كنت دايما بحس من طريقه كلامي معاها انها ما بتحبش كمال. كمال بالنسبه لها خطيب كويس، شاب غني وابن ناس وشكله حلو ومركزه مشرف، لكن اللي كان بينك وبين اخويا كمال كان حب حقيقي.
الحب أقوى من أي شيء، لأنه كان حب وبس. تعرف يا ست فايزة، انت كلامك حلو، قلتي كل الكلام اللي أنا كنت عايزة أقوله، بس انت عارفة ما بعرفش أتكلم زيكم. أنا والله العظيم أول ما شفتك حسيت لمؤاخذة، يعني انت زي أختي بالظبط. وأنا كمان يا سمارة عندي نفس الشعور. كان نفسي قوي يا ست فايزة الفرحة هو اللي يجمعنا، لكن معلش الحزن دلوقتي هو اللي مجمعنا. أنا والنبي عايزة أبقى أطمن عليكي يعني. وأنا كمان يا سمارة مش عايزة دي تبقى آخر مقابلة بيني وبينك. لا، هو خطيبك برضك لسه ما بيسألش عليكي؟ كلم بابا من كام يوم عشان يعزيه، وكلمني أنا كمان. ربنا يطمن لك بخير. صدقيني يا سمارة أنا ما بقتش أهتم من ساعة اللي حصل لأخويا كمان. معلش يا ست فايزة، الله يرحمه بقى. صادق يا صادق، صادق قوموا يا ست هاني. الست الصغيرة فين؟ الست الصغيرة في الجنينة مع واحدة صاحبتها. وإيه اللي معادها في الجنينة؟ ليه ما دخلوش جوه؟ هي اللي طلبت يا فندم. هي مين؟ صاحبتها؟ لا يا فندم، الست فايزة. صاحبتها دي مين؟ معرفش اسمها يا فندم، بس وشها مش غريب عليا. يعني ايه وشها مش غريب عليك؟ طمنيني عليك يا سمارة، ولو احتاجتي لأي حاجة بقي كلميني. ما تحرمش منك يا ست الكل. مع السلامة يا سمارة. فايزة اطلعي. ايه اللي كان معاكي في الجنينة؟ يا سمارة يا ماما. وكمان بتطلعي اسمها قدامي؟ ازاي تستقبلي؟ ازاي تقعدي معاها؟ ازاي ما طردتيها؟ هي عملت ايه بس يا ماما عشان اطردها؟ مش عارفة عملت ايه؟ بتسألي اللي عملت ايه؟ مش عارفة انها سبب في موت اخوك، في موت ابني. بس يا ماما ما تتصوريش حالتها عاملة ازاي؟ سمارة بتحب المرحومة قوي يا ماما، دي حتى النهاردة جت عشان تترجاني أديها صورة من سمر. يا حرام يا حرام، مش قادرة تعيش من غير ما تبص في صورة من صور. وإذا قلت لك إن هي دي الحقيقة يا ماما، سمارة بتحب كمال حب عمري ما شفته قبل كده. اسكتي، مش عايزة أسمع اسمها، مش عايزة أشوف الأشكال دي هنا أبدا. أيوة بلاك، طمنوني عليكم. بقول لك إيه، انا عايز عينيكوا تبقى في وسط راسكوا، واول ما الامور تبقى تمام اطلبوني، وانا ساعتها هقابلكوا في الخن. سلام. مش هنقوم نشطب يا معلم؟ مستعجل على ايه بس يا دونجو؟ يا معلم ما اللي احنا كنا بنقعد نستناها قاعده فوق وحزينه، هنقعد نستنى ايه؟ يو يا دونجو، ادي احنا مرزوعين يا اخي، انا هنروح فين؟ ولا انت وحشتك ام العيال؟ وانت الصدق يا معلم، انا وحشوني النفسين. ده معاك تموين يا امال؟ يا معلم معايا حته كده بقعد امزمز فيها حجرين حجرين، محدش ضامن الظروف اللي جايه فيها ايه. معلم سلطان، يا معلم سلطان. في ايه ياض؟ المعلمه عليات عايزاك دلوقتي. ما قلتلكش ليه؟ لا يا معلم. يا معلم ده انت سيد المعلمين وتفهمها وهي طايره. تفتكر يا دونجل؟ ما انت صاحيه اهو يا بت وعينيك مفنجله قد كده، الله اكبر. امال عامله لي فيها ست الخرصه ما بترديش عليا ليه؟ اتعيد لي يا بنت وكلميني. يو عايزه ايه يا ماما؟ اسمعي هنا، انا بعت للمعلم سلطان عشان يطلع لي اتكلم معاه شويه. تاني يا ماما؟ انا مش قلت لك مش عايزه اتجوز؟ تاني وتالت وعاشر لغايه لما ازهق. امال انت عاجبك حالك كده يا بنت؟ ايه عايزه تعنسي وتقعدي في قرابيزي؟ انت عايزه يا بنت الناس تتكلم علينا وتجيبوا سيرتنا؟ برضه مش هتجوز. يوه يا بنتي يا حبيبتي، انت عاجبك حالنا كده؟ يا سماره هناكل منين ونشرب منين؟ يا بنتي شكلنا كده هاخدك من ايدك وننزل نقول لله يا محسنين لما القرشين اللي في جيبي يخلصوا يا اختي يخلصوا. ان شاء الله اخدم في البيوت.
لكن مش هتجوز ولا واحد من اللي انت عايزاه. طب بلاش تتجوزي ولا واحد فيهم، عاملي سلطان كويس وفتوح كويس لغايه لما يتنيلوا ويصلحوا لنا القهوه. ها يعني ايه عاملهم كويس؟ انت تقصدي ايه بالكلام ده؟ ابدا يا حبيبتي، تعشميهم بالجواز. انت فاكراهم ايه؟ هبل، عيال صغيره هلعب بيها. لا يا حبيبتي مش هبل، بس غرقانين واعين لشوشتهم، كل واحد فيهم يتمنى يقدم لك الحد قبل السبت. عشيمهم انت بتجوزوا، مالكيش دعوه. يما بعدي عني ارحميني، انا مش طايقه حتى اشوف خلقتي في المرايه. يا بنتي حرام عليك اللي بتعمليه فيا وفي نفسك ده. هو ايه؟ هو انا طالبه منك لا سمح الله تعملي حاجه وحشه؟ يا بنتي يا سمار، انا كل اللي طالبه منك انك تعشميهم بالجواز. بلاش عشمي واحد فيهم عشان يتنيل على عيني اللي خلفوه ويصلح لي القهوه. مش كل اللي حصل للقهوه ده منك وبسببك؟ وليه مني انا؟ مجال اتكدر يكون منك انت. ما رضيتيش تسمعي كلام بتاع يحيى الوطن وفتحتي دكانتك دولا عن كل الدكاكين. جرالك ايه يا بيه؟ انت بتصدقي القرع الاسطنبولي ده؟ هي حكايه القهوه دي تخيل عليا ليه ما يكونش ابو المزغود المرحوم بتاعك هو اللي عمل العمله السودا في القهوه؟ بقول لك ايه، الظهر المعلم سلطان جه، قومي غيري الهدمه السودا دي والبسي لك حاجه عدله وحطي لك شويه احمر ولا زواق في خلقتك، يمكن تقدمي كوبايه شويه ولا قهوه، فاهمه ولا لا؟ تكي قرف وجعتي قلبي. ايوه يا اللي بتخبط، انا جايه. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. وانا كمان بقول ايه ده، بيتنا ملعلط ومزغرط ومزيط والنور مليه يا خدوة عزيزة. الله يخليك يا معلمه، اتفضلي. تسلم ايديك كده برضو يا معلم، انت كل ما تيجي يا اخويا شايل ومحمل، خيرك مغرقنا. حاجات بسيطه. اتفضل استريح. اتفضل. ريح قلبك. الله، ايه الريحه الحلوه دي يا معلمه؟ ريحة غبارة اكسترا. مش قادرة اقول فضلة خيرك، اصلها حتة ما تجيش تمناية، ما تجيش تمناية يا معلم. حطيتها يا اخويا على النار عشان تعدل النفوخ وتهدي الاعصاب. الكلام اللي بتقوليه ده يا معلمة، معقول تبقي ست المعلمين كلهم وما يبقاش حيلتك الا تمناية؟ تمناية ده كلام، والله عيب في حقنا. والله خد يا معلمة حاجة كده على مقاسهم لغاية ما توصل بضاعة جديدة. ايه ده؟ يا معلم، ايه الحلاوة دي؟ تسلم ايدك، تسلم ايدك. بقول لك ايه؟ ملفلكش يا اخويا سجارة كده تعدل بيها نفوخك؟ لا، ما انت عارف ان انا ماليش في اللف، انا ليا في الشد بس. طب خلاص، اقوم اصحي لك البت سماره تعمل لك فنجان قهوه يعدل اجدحها نفوخ. بالحق يا معلم، اما انا يا اخويا النهارده عامله فضله خيرك شويه كرومب مكمور وشويه مسقعه وطاجن رز، ايه يستاهلوا بقك؟ اغرف لك تتعشى؟ شكرا معلمه، انا لسه بدري على ما اتعشى، وبعدين اصل انا ليا كمان ترتيب مخصوص في حكايه العشاء دي. انت تأمرني في ثواني اللي انت هتقول عليه يكون جاهز وقدامك. كل اللي انا عايزه فنجان قهوه من ايد سماره. انت لسه قاعده يا سماره؟ مش قلت لك يا حبيبتي سماره نهار اسوح، امال لو كان حد من قرايبنا ولا من عيلتنا ولا متقوس خدوا ربنا كنت عملتي ايه وحزنتي ازاي؟ قومي يا حبيبتي، الراجل جه بره، قومي عشان تقدمي له الكحبه. مش هو؟ لا، اقول له ايه يعني؟ قولي له اي حاجه، مت رحت في 60 داهيه تاخد 60 داهيه لما تاخدي بجد، 60 داهيه لما تاخدي بجد، وجعتي قلبي يا شيخه فيك القرف انت وابوكي. منور يا معلم، منور. لا مؤاخذة يا اخويا، عمالة اصحي البت سمارة ابدا مش عايزة تقوم، راحة في سبع نومة.
اصلي بيني وما بينك يا اخويا هي من اول النهار عماله تقول لي ياما دماغي بتوجعني وتقيله مش عارفه فيها ايه. سلامتها يا معلمه. الظاهر كده والله اعلم البنت خدت شويه في نوانزة. اعمل لك انا القهوه. لا 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 عادي مفيش داعي للقهوه. قولي لي انت كنت عايزاني في ايه؟ اللي انت بتقوله ده يا معلم ده كلام معقول يا اخويا تبقى عندنا وما تشربش شويه شاي ولا شويه قهوه؟ يا معلمه سيبك من الشرب دلوقتي خليها في الكلام المهم. خير خير؟ والخير هيجي منين يا معلم سلطان؟ تقدر يا اخويا تقول لي انت عملت لي ايه لغايه دلوقتي في القهوه بتاعتي اللي فرقعه دي وما اتصلحتش؟ هو يعني فتوح كان عمل ايه؟ اه انتوا بتشقطوني لبعض بقى. انت عاوز الحق ولا ابن عمه معلم؟ الحق طبعا يا معلم. لا لا ولا فتوح اي واحد فينا هيحط ايده في القهوه إيه لما يعرف راسه من رجليه؟ لا مؤاخذة مش فاهمة بتقول إيه؟ نقول كمان يعني بنتك تقوم تقول لنا هي رسيت على مين فينا؟ آه بقى هي كده الحكاية يا معلم. ما أنت كمان يا معلمة ما يخلصكيش يعني الواحد يصرف دم قلبه على القهوة بتاعتك دي وبعدين يطلع من العملية دي فشوش. فهمت فهمتك يا معلم سلطان بس لما أغزم جيت للحق يا أخويا من كلام سمارة معايا حسيت كده إن هي ميالة لك يعني ميالة للمعلم سلطان. الله طب وإيه اللي مانعها؟ ما تقول. الله يا معلمة دي ما عبرتيش حتى في فنجان قهوة. فاشل فاشل يا أخويا ما تقولش كده بقول لك تعبانة تعبانة يا معلم ومش قادرة تقيم راسها. ماشي على العموم يا معلمة أول ما بنتك تقدر تقيم راسها وتقوم وتقول لي أنا موافقة عليك شوف أنا هعملك إيه في القهوة بين إذني. بالسلامة يا معلم بالسلامة. أنس وشرفت يا أخويا بيلعبوني هما الاتنين. البوليس ده شم خبر منين؟ معرفش ليه مش مطمن من الرجاله اللي جابوا المعلم فتوح. شقطهم منين دول؟ المعلم فتوح مش اهبل يا ملاك، المعلم فتوح بيختار صبيانه على الفرازه. وهم دول صبيانه؟ محدش يعرف هم جايين من انهي داهيه. حقه لو طلع ده ملعوب يبقى مش هنعرف نوري وشنا تاني المعلم فتوح. انا رايي ان محدش مننا ينطق بكلمه من الكلام ده قدام المعلم فتوح لحد ما نعرف ايه الحكايه بالظبط. ونعرف منين يا فالح؟ لما نتجرانين. هما البوليس يعني لما يقفشوا عمليه زي دي هيسكتوا؟ معايا هيقللوا ويطبلوا في الجرايد. كلامك مظبوط يا حسن، احنا هنقول زي ما احنا شفنا ان البوليس هو اللي كبس علينا. افرضوا بقى ان العمليه طلع لا فيها بوليس ولا دياولو، ساعتها بقى انا هجيب اللي اسمه حسون الضبع ده واخلي نهاره اسود من نهار الخروب. وشوشكم مضلمة كده ليه؟ لا هو ما جاش سوا يا معلم. يعني ايه؟ يعني البوليس طب علينا في اخر لحظة. واحنا ما صدقنا نفيدنا بجلدنا. والبضاعة؟ طب وما لهفش ما لهفش هاجروا ليه؟ ايوه صحيح. اشمعنى سلطان؟ يا بنتي يا حبيبتي ما قدرش عليه. اشمعنى يعني قدر على كمال؟ الراجل ده كذاب. بيعمل كل ده علشان ما افتكرش ان هو اللي قتل كمال عشان اوافق بيه. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده يا سمار؟ ما الراجل خلاص كان هجيب رقبته زي الخروف زي اللي قبله بالظبط. بنتك اللي هي تبقى بنت انا كمان بتتكلم مظبوط.
سلطان هو المجرم اللي قتل كل خطاب بنتك. انا قلت الكلام ده في النيابه، ما حد يصدقني. تعرف تنقطنا بسكاتك وتخليك في البزازه اللي في ايدك دي وبلاش وجع دماغ؟ طب فين الموس اللي كان عايز يقتله بيه؟ اهو يا اخويا في ايدي الموس. طب اوعى تديني البوليس لحسن. يقبضوا عليكي. يقبضوا عليا؟ يقبضوا عليا ده ايه ليه يا اخويا؟ وانا كنت عملت حاجه؟ اصل انت مش فاهمه حاجه، هيلاقوا بصمات ايدك عليها. ايوه صح يا اما، انت ايه اللي خلاكي تمسكيه؟ الموس ده انا لازم اخفيه تحت طاقتي الارض، عشان محدش يعرف له طريق جر. انت اغسليه بس وبعدين نشفيه، قصدي نشفيه وبعدين اغسليه. وعلى ايه كل ده يابا؟ وجوده في البيت هنا اصلا شبهه لينا. عارف يا معلم، انا ساعتها الفار لعب في عجل وافتكرت المعلم حسونه استقربنا ولها في البضاعه تاني. لا يا ابني، المعلم حسونه ما عملش كده، ده راجل 100 100. انا اللي هيجنني نفسي اعرف مين اللي عمل كده. قصدك ايه يا معلمي؟ قصدي مين اللي بلغ البوليس؟ المعلم حسونه عمر ما البوليس اطار له اي حاجه وعمر ما وقف له في عمليه واحده. تفتكر مين يا معلم؟ هيكون مين غير جوز القرص اللي هناك ده؟ بضاعة بتلاتين ألف جنيه يا دين النبي، ده كان ناوي يحزم السوق كله. هو مين ده يا معلم؟ اللي جرب البضاعة دي. أنا خايف يا معلم لا يكون سعادة البيع. سعادة البيع تغف، محدش يقدر يهوب ببضاعته، ده بيوصلوها له كمان لحد بيته. ياه، للدرجة دي هو واصل قوي كده يا معلمة؟ أمال إيه؟ ما دي إحنا شغالين معاه بقالنا سنين. شفت حد مسك عليه حاجة؟ أنا بقول برضه معلم هو باين عليه ابن جنية، بس طالما هو واصل قوي كده يا معلمة يعني ومحدش يقدر يهاوب ناحيته، مستخبي ليه ومش راضي يورينا نفسه لحد دلوقتي؟ عرفت المغابي؟ عاوزه يفضح نفسه يا دنجل. يفضح نفسه يا معلم؟ طب ما احنا كل الحته عارفه ان احنا تجارين في الصف. بس ما حدش يستدري الشاور علينا. عارف ليه؟ لاننا جدعان يا دول، والجدع ما بيخافش غير من دخله. يعني كده سعاده البيضة مش جدع ولا ايه يا معلم؟ جايز، كل شيء جايز. طب وبعدين يا كريم؟ لو عبد المجيد بيه هيفضل سايبنا كده لحد امتى واحنا داخلين على الانتخابات؟ حاولت يا دولة الباشا، حاولت اخرجه من حاله الحزن اللي هو فيها دي، لكن مفيش فايده. بس ده كتير كتير قوي. حاول تشرح له وتفهمه ان مصلحه البلد اهم من كل شيء، واللي حصله ده ممكن يحصل لاي حد في الدنيا. حاضر يا دوله الباشا، هحاول معاه مره تانية. والله انا متاكد ان لو انشغل معانا في حمله الانتخابات هينسى كل احزانه. ما انا نعمل ايه يا دوله الباشا؟ انا بصراحه في موقف لا احصل عليه. موقف ايه بقى انت كمان؟ بنتي، بنتي الخطاب بدأوا يقولها وانا مش عارف اتصرف ازاي. كريم، انا مبدئي ان الحي ابقى من الميت، والحياة لازم تستمر. ايه اللي عاوز نعمله يا كريم؟ انت مش مقدر المصيبة اللي حصلت. انا عارف ان المصيبة كانت كبيرة، لكن انت راجل مسؤول وياما مر عليك حوادث وكوارث قبل كده وقدرت تصبر. أي كارثة تهون إلا كارثة فقدان الابن الوحيد. يا عبد المجيد بيه، إحنا كلنا في الحزب بنعتبرك أب لينا، وكلنا معتمدين على الله وعليه في الانتخابات اللي جاية عشان الحزب يقدر يمسك الحكم. هحاول يا كريم، هحاول. صدقني يا عبد المجيد بيه، لو رجعت لنشاطك هتقدر تنسى. جايز اقدر اساوي النشاط مره تانيه، لكن مستحيل اقدر انسى كمال ابني. مش هرتاح ولا هيهدالي بال الا لما اعرف الجبان اللي قتله وانتقم منه واشفي غليلي. هو في موضوع كده
كنت عاوز اتكلم مع سعادتك فيه. موضوع ايه؟ نورهان بنتي. احنا علاقتنا مش علاقة نسب يا كريم، احنا علاقتنا علاقة صداقة بقالها سنين طويلة، وانا مش ممكن اقف في طريق سعادة بنتك اذا تقدم لها العريس اللي هي توافق عليه. تأكد ان نوران هتفضل دايما زي بنتي فايزة تمام. هو ده اللي انا كنت متوقعه منك. طول عمرك راجل في المواقف الصعبة وسداد كمان، وانت عارفة يا معلمة عمري ما حد طلبني في اي حاجة وتأخرني، بس انت شايفة سلطان واقف لي زي العقلة في الزور، ما يرضيكش انا اصلح انا القهوة من هنا وبنتك تختاره من هنا، ده يقول عليا تربش، ده كان يجرسني في الحارة كلها. فشل يا اخويا، ما عاش ولا كان اللي يجرسك يا سيد المعلمين. لا طبعا انا ما يردينيش الكلام ده، بس كلام في سرك كده بيني وما بينك، اسالني انا، البنت سمارة بنتي اصلها ميالة لك انت مش ليه هو. بأمارة ايه؟ ده حتى بتعدي دلوقتي من قدام الدكان عندي لا بترمي صباح ولا مسا. يوه جرى ايه يا معلم؟ انت يا اخويا تفهمها وهي طاير، سمارة اصلها لسه صغيرة وبتتكاسف، اسألنا انا، ده كل سرها معايا وفي عبي. انا ما باكلش من الكلام ده، انا راجل بتاع واحد زائد واحد يساوي اتنين، تيجي بعظمة لسانها وتقول لي الكلام ده؟ خلاص يا اخويا خلي الكلام ده عليا انا، تيجي الغيط عندك امال ايه؟ والكلام ده بقى ياخد قد ايه باذن الله؟ مستعجل يا معلم فتوح؟ انت اللي مستعجلة يا معلمة عشان تصلحي القهوة؟ خلاص يا اخويا يوم ولا اتنين وانا هاجيلك وجايبة معايا البشرة السعيدة. انا عايز اسمع زغروطة. بس كده من عينيا الاتنين. هاتلي شوية بالدقة عربي. طلب ده عندك عربي. بأمارة ايه بقى عم بلاجة؟ ليه انت ما سمعتش المعلم فتوح خلاص هيتأهل ويبقى عريس؟ لو على بالي بالك يبقى هقاو الخبر ده في شنك. في شنك؟ يعني انت ما خرمتش ودنك امبارح زغروطة ام العروسة؟ لا يا خفيف. طب وين ودنك طلع؟ انك يا ادم جاي الوحوش غير رزقك لم تحوش. صلي على رسول الله. بتهرطط تقول ايه؟ والنعمة يا معلم هو ده اللي قاله لي الواد بلاجة من شوية، ده حتى عزمني على الكشري اللي اكلته. معناته ايه الكلام ده يا جمر؟ معناته ايه ازاي يا معلمة؟ انت اللي تقول لنا بقى معناته ايه الكلام ده؟ اتفضل. الولية ما هي اللي نزهتني، حتى ليلتها كنت هروح فطيس. يا معلم عايز الصراحة في الموضوع ده من غير زعل لا مؤاخذة. هات من الاخر يا غراب البيت. ايه الولايه دي بتلعب عليكم انتوا الاثنين يا معلمه؟ وكل غرضها انها تقلبكم في تكلفه تصليح القهوه بتاعتها، وبعد ما قهوتها تتصلح هتقول لكل واحد فيكم امك في العش ولا طار. امي مين يا ام فتوح يا معلم؟ اتفضل اتفضل. أهلاً بالحبيب الغالي. أهلاً وسهلاً يا سلام. أيوة كده خليت الحزب بتاعنا يشم نفسه من جديد. إزيك يا فندم؟ إزيك أنت يا عبد المجيد بيه يا راجل عظيم. تفضل تفضل يا راجل عظيم تفضل تفضل. يا سلام حاجة جميلة جداً. ما تتصورش فرحتي قد إيه النهاردة برجوعك لينا. يا سلام. أهلاً أهلاً. هو أنا كنت سبتكم؟ هو في حد برضه بيسيب بيته يا فهم باشا؟ معاك حق يا كريم بيه. يا ترى اخبارنا معاك ايه يا عبد المجيد بيه؟ امال الراجل هو جاي ليه؟ الراجل جاي ومستعد لكل طلبات الحزب. يعني نأيدك في الدايره بتاعتك؟ هو انتوا حطيتوا حد مكاني؟ لا لا لا،
هو في حد يقدر يحط حد مكانك برضه عبد المجيد بيه؟ انما احب افهمك حاجه، المره دي المعركه هتكون في منتهى الشراسه. احنا حزبنا قدها ودود. معاك حق يا كريم، بس انت عارف بقى الظروف اللي بنمر بيها. ظروف ايه يا باشا؟ بصراحه الاحوال الماليه بتاعت الحزب يعني مش ولا بد، عشان كده المفروض ان كلنا نساعد، خصوصا ان في عندنا بعض المرشحين مش هيقدروا يصرفوا. شوفوا انتوا يلزمكم قد ايه وانا تحت امركم. والله يا عبد المجيد بيه الحقيقه احنا مش عايزين نتقل عليك، يعني ادفع اللي تقدر عليه واحنا ان شاء الله هنقدر نكمل الباقي. من غير ما تكملوا ولا تعملوا اي حاجه، اي مبالغ انتوا محتاجينها انا ادفعها. المره دي الحزب لازم هو اللي يمسك الحكم. خلصينا من موضوع بنتك ده يا لولو، خلينا نصلح القهوه، الانتخابات على الابواب، المرشحين هيجوا بالمحبظاتيه بتوعهم وبلاضيشهم عشان يعملوا الدعايه الانتخابيه بتاعتهم، والقش هتبقى معدن. جرالك ايه يا صالح؟ هو انا يا اخويا القسمه في ايدي ومش قادره اقول لها طلقه يا سماره؟ ده انا خلاص مررت اتفقعت من البت دي ومش عارفه اعمل معاها ايه. هي عايزه ايه؟ قول هي مش عايزه ايه؟ قال مش عايزه تتجوز. بنتك بتدلع عليات ومش لاقيه اللي يشكمها. يا اخويا انا كل الشكامين اللي عندي عملتها معاها، والبت دماغها زي الصرمه القديمه. جرالك ايه يا لولو؟ ما طول عمرك مره جامده وبتعرفي تمشي كلمتك ازاي؟ ايه اللي جرالك؟ اقولك اتجوزها انا. نعم يرحمك تتقه يا اخويا. طب وشرف امك اللي انا عمري ما شفتها، لو نن عينك ده لمحمره معديه كده لكون مقطعك حتت 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 ورمياك لكلاب السكك السعرانه. قلت ايه يا صالح؟ العب اموت انا في الولع يا وليه بناقشك. هو انا في مره في الدنيا تملى عيني غيرك انت يا روح قلبي من جوه؟ يا اختي عليا، خش عليا يا صالح بالحنجل والمنجل وكلامك المسكر ده، هيهي عشان ما اسالكش انت سايبني ونازل رايح على فين. عندي شغل هلقط عيش. فهمي باشا طالبني. فهمي باشا ده يطلع ايه؟ فهمي باشا ابو طويل رئيس حزب الشعب. الله، رئيس صالح انت مش قلت لي يا راجل ان انت طلقت السياسه دي بالثلاثه؟ طلقت السياسه اه، لكن فلوسها لا. الناس دي بتدفع دم قلبها، عارفه ليه؟ عشان يلهفوا اكتر، عشان يمصوا دم قلب الغلابه اللي زينا. تصدق يا صالح ان انت عندك حق، كلامك كله مظبوط. وبعدين معاك يا واد يا صالح، ما تضربش في العالي قوي كده، انتوا مش عايزين شغل مظبوط؟ طبعا ما احنا عارفينك انت بتاع الشغل المظبوط، همتك بقى معانا. انتوا بالصلاه على النبي نازلين بكم مرشح؟ والله احنا نازلين يا سيدي في 75 دايره، وعندنا 10 دوائر مضمونين علينا من سجرين من دلوقتي. الله، اشمعنى بقى؟ ما انت عارف بقى عوايد اهل الريف. ماشي، هاخد انا ورجالتي 20,000 جنيه. ايه ده ايه ده الكلام اللي بتقوله ده؟ ده لو جمعت الفلوس كلها اللي هيدفعوها المرشحين مش هتخسر المبلغ ده. كلام ايه ده يا فهمي باشا؟ الناس دي بتدفع دم قلبها ليه؟ ما هم عارفين انهم هيستفيدوا بدل اللي دفعوه الطق 10 قول 20 50. لا 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 ما تقولش الكلام ده، دول الناس داخلين علشان يخدموا البلد مش عشان يستفيدوا. لا، عايز يخدم البلد يخدمها في اي حته غير البرلمان. كلام الافلاطه ده ما اتقالش لصالح ابو شفطوره. انا دوست في السياسه لحد ما جبت اخرها، وبعدين دوست عليها بالجزمة لما عرفت ان بتوع وش البركة اشرف من بتوع السياسة. لا 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 لا، عيب، ما تقولش الكلام ده قدامي يا صالح. عيب ليه يا فهمي باشا؟ مش هي دي الحقيقة؟ على الأقل بتوع وش البركة ناس واضحين، هات وخد على عينك يا تاجر. مفيش بقى كذب ولا نفاق ولا شعارات سياسية يستخبى وراها. الله 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 الله، ايه الفلسفه دي كلها؟ انت اتعلمت
الكلام ده كله فين يا واد؟ في السجن ابو زعبل؟ هو السجن بتاعكم ده بيعلم حاجه؟ الناس بتخش مظاليم وبتطلع منه مجرمين. اسر الكلام، احنا هندفع لك 10,000. قلت ايه؟ لا 15,000 وتصلحوا القهوه. قهوه؟ قهوه مين دي؟ قهوه المعلمه علياتها دوله الباشا، مش هو ده قصدك؟ اهلا يا كريم بيه. هو سعادتك كنت في ال بقول لك ايه؟ خلاص اقفل على الموضوع ده يا صالح، انا هصلحها كده بقى نشتغل مع بعض. انا مستعجل ده ليه؟ الو، انا المعلم دونجل دراع المعلم سلطان اليمين والقائم باعماله. الله، بشتغل عنده. ودي فيها حاجه دي؟ وبعدين بقى انت مين يا ست انت عشان تكلميني بالاسلوب ده؟ انت ما تسالش، انت تنفذ اللي بقول لك عليه، فاهم؟ فين المعلم بتاعك؟ اذا كان موجود اجري اندهن. لا ده انت باين عليك لسانك طويل قوي. ايه 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 يا دوام؟ في ايه؟ شكل مع مين في التليفون؟ واحده يا معلم لسانها اطول من شريط السكه الحديد. وعايزه ايه دي؟ عايزاك يا معلم. انا طبعا عشان واحده عايزاني تعمل هوسه لي كلها في التليفون. مكر عايزك يا معلم، هولى بيك من النسوان. اخرس بقى. الو مين؟ ايوه انا المعلم سلطان. نعم طبعا متاكد ان انا المعلم سلطان. ايه الكلام الغريب ده؟ ومين حضرتك؟ انا يا معلم من طرف سعاده البيه. بقول لك من طرف سعاده البيه. سعاده البيه مين؟ هو اسمه كده؟ يعني هو اسمه سعاده وابو اسمه البيه؟ قولي كده يا ست هانم، احنا الحقيقه مش فاضيين للهزار والدلع ده. عدم مؤاخذة محل اكل عيش، لو حضرتك عاوزه فاكهه مريمة مش عاوزه يبقى الف مليون سلامه. سواب فايقه ورايقه صحيح. يا سمرمر يو يا بنتي يا سمارة، انت يا بنتي اللي جوه. نعم يا ينم عليك يا حبيبتي، افرحي يا حبيبتي، المعلم صالح خلاص هيصلح لنا القهوه على حسابه. والمعلم صالح بقى جاب فلوس القهوه منين؟ انا اللي اعرفه ان انت طول عمرك بتصرفي عليه. اخص الله يخيبك، انت فاكراني عوانة يا بت؟ انا المعلم صالح ابو شفتوره اللي كبارات البلد بيعملوا لي الف حساب كده. برضو يا سماره، من امتى يا بت وانا بصرف على الرجاله؟ وبعدين قولي لي انت مالك؟ الله جابها من ايها داهيه، انت مالك؟ انت يخصك ايه؟ انا خايفه بس يكون لطشهم من اي حته وبعدين يجرجروك انت في سين وجيم. وبعدين في بنتك علياء، ما تخليها تلم لسانها. انا ساكت بس عشان امالك انت حساب. لا ما تسكتش يا الدلعجي، وريني هتعمل ايه. خد يا معلم صالح بيت يا سماره، اتهدي بقى يا بنتي واسكتي شويه. ده حتى المعلم صالح جاي النهارده وجايب لك ايه؟ لقمه عيش فل؟ لا عيش، قولي بقلاوه، قولي بسبوسه. ده جايب لك شغل يا سماره، جايب لك شغل. انا بسال بس جاب الفلوس منين؟ هو السؤال حرم ولا ايه؟ وبعدين يا اختي انا مالي؟ انتوا حرين في اللي انتوا بتعملوه انتوا الاثنين. مالك ده ايه ده العادي؟ هو بيفتح القهوه لامي الله يرحمها؟ لا يا حبيبتي، القهوه دي لقمه عيشنا. المام بتاعنا كلنا. وبعدين يا سماره لو انت ما اشتغلتيش في القهوه محدش هيحط رجله فيها، الناس بتيجي عشانك مش عشان امك. وانا مش هشتغل في القهوه تاني يوم، خلاص بطلت لعب كوتشينه مع الحراميه والنشالين، وكمان بطلت رقص قدام الخمرجيه والحشاشين. حلو قوي ده، انا مبسوطه منك على الاخر. طبعا ما هو الخدامين بتوع باباه يا حبيبتي هم اللي هيجيبوا لك الاكل والشرب وهيحموكي ويدفوكي ويقلعوكي ويلبسوكي. بطلي طريقه يا بت، انا خلاص فاضيه ومليت، حطيت صوابع العشره منك في الشق. ما تريح امك يا سماره وقولي لها انت عايزه ايه بالظبط. لا جواز عايزه تمشي فيه ولا شغل كمان عايزه تشتغلي؟ ومين قالك اني مش عايزه اشتغل؟ لا عايزه اشتغل،
بس عايز اشتغل على نظيف. وماله؟ لما القهوة تخلص هخليها لك آخر نظافة. ومين قالك إني عايزة أشتغل في القهوة؟ أمال عايزة تشتغلي فين يا برنسيسة؟ تروحي يا أختي ترقصي في الموالد؟ لا، عايزة أشتغل في الأماكن الكبيرة أوي اللي بيروحوها البهوات والبشوات، اللي بيرقصوا فيها الرقصات المعروفين دول. أخسى عليك يا سمارة، هتطلع لمين؟ قللت الأصل زي أبوكي بالظبط، بقى عايزة تسيبيني يا بنت وتسيب القهوة وتروحي ترقصي مع العوالم؟ اسكتي، أنت مش فاهمة أنا بفكر في إيه. كده أنا فهمتك يا سمارة. بنتك عايزة ترقص في الكباريهات عليات، مش كده يا سمارة؟ يا لهوي عليكي، كله إلا الكباريهات يا بنت. آه، أنا بطلت شغلي من زمان وسبتك ترقصي في القهوة عشان تبقي قدام عيني، اللي يجي جنبك أخزق له عينيه، محدش يقدر يلمس طرف توبك. ما تخافيش عليا يا ماما، أنا واحدة خد بالي من نفسي كويس قوي، واحدة حرة وشرفي تاج على راسي محدش يقدر يلمسه. بس انتي فاهمة الكباريه غلط يا سمارة، كتير يا بنتي من اللي بيشتغلوا في الكباريه دول بتبقى الواحدة فيهم مجبورة ان تسيب شرفها على الرف وتقف وتقول للزباين انا هو وعلى عينك يا تاجر. بس انا مش عايزه اشتغل اجريه عند حد يا ماما، انا عايزه الكباريه يبقى بتاعي. كباريه ويبقى بتاعك؟ لا، ده انت ضاربه على الليوي قوي يا سماره. وانت مالك يا اخويا محموق قوي كده ليه؟ هتدفع حاجه من جيب امك؟ على راي المثل البقره بتولد والطور بيحزق، ليه؟ قال اهي جمايل. عاجبك كده عليات؟ بنتك بتقول عليها تور؟ لا وبحزق كمان. طب ما تحزقش قوي يا صالح. الله، سمرمر بتهزر معاك. بقول لك ايه، شد حيلك انت بس وخلص لنا القهوه. اه، وملكش دعوه، سمره بنتي حبيبتي هتنزل تشتغل، ما تبصيليش كده ورجلك فوق رقبتك كمان. ايوه كلمتك، أصل باين مش مصدق إني أنا تبعك. هو يظهر حريص قوي، أنت شايف كده؟ خلاص الطم؟ أيوة فاهمة. لا ما تخافش، تحب إمتى؟ مش هشوفك الليلة؟ طيب طيب، مع السلامة. انت قاعدة ساكتة ليه؟ اخبار سعادتي البي معاكي ايه؟ مش تكملي لي انت الاول. اخبار سعادتي البي بتاعك ايه؟ لا قولي لي ياما، هو الراجل ده ليه داخل في زورقك قوي كده؟ قصدك مين يا سمارة؟ هيكون مين يعني؟ الراجل الزفت اللي مشي اللي اسمه المعلم صالح. تعالي وانا اقول لك. اقعدي، ادي الصينيه. المعلم صالح ده يا بنت فتوة كبير قوي، كان في كلوبيه ويعرفني لما كنت برقص وانا قد كده، كان يلف على القهاوي والبارات والخمارات وكله، ياخد منها قتاوه ويجي لغايه عندي ما ياخدش ملين احمر. اشمعنى يعني؟ على راسك ريشه؟ اه يا اختي على راسي ريشه. انت مش عارفه امك يا بنت ولا ايه؟ اسكتي، ده انا كنت بجري الرجاله ورايا جري وكانوا يتمنوا لي الرضا ارضى، بس ما فيش ولا واحد فيهم نال المراد. المعلم صالح بقى نال المراد؟ سماره بلاش قله ادب وتلمي بدل ما اقلع الشبشب اللي في رجلي وانسله على راسك. انا صعبان عليا بس حال ابويا. ماله يا اختي حال ابوكي؟ اهو بيكفح وبيسكر وبيشرب ونايم بلوشي وقاعد بلوشي، عايزه ايه تاني؟ بتهيألي الراجل ده اتبهدل بس عشان وقع وحبك. استغفر الله العظيم يا رب، كل حاجه باذن ربنا. عارفه يا سمره اللي حصل ده؟ كمان اللي انت كنت هتتجوزيه، لو كنت اتجوزتي كان عشتك هتبقى مرار في مرار، أهله كان هيغضبوا عليه وما يدولوش حتى المصروف وانتي كانت هتبقى عشتك سودة زيه.
لا يا ماما. عارفه ليه؟ لان كمال الله يرحمه كان بيحبني وانا كمان كنت بحبه قوي. ابويا طول عمره بيحبك، لكن انت عمرك في حياتك ما حبيتيه. يا اختي امال يعني اتجوزتوا شفقه؟ اهل هم اللي غضبوا علينا. ما علينا، خلينا في موضوعنا، بلا بوكي بلا بتنجان. انا بالحق يا سماره، حكايه الكباريه دي عرفتيها ازاي وجاتلك منين؟ مين اللي قالك عليها يا بنت؟ شفتها في السيما يا ماما، لقيت كل اللي بيخشوا الكباريه دول بهوات وبشوات يلعبوا قمار بالميات. وازاي عندنا في القهوه باريزه وشيلن. اسم الله عليكي وعلى اللي خلفتك. بس قال ايه؟ قالوا للنايم احلم زي ما انت عاوز. هنجيب فلوس الكباريه ده منين؟ مين اللي هيرضى يسلفنا ويعملهولنا؟ شوفي انت بقى، اللي عايز يتجوزني يعملي اللي انا عاوزاه، وانا موافقه اتجوزه حتى انا ما كنتش بحبه. لو اكبر خمسة وخميسة عليكي. الحمد لله يا رب فرجتها علينا، الحمد لله. تعالي في حضني يا حبيبتي وهاتي بوسه زي بتوع السيمة. وصلي العربيه دي المعلم عرابي. حاضر يا معلم. واخلص يا دوب ما تتلكعش عشان توصل بقيه الطلبات. ماشي. مين المعلم سلطان؟ مين اللي عايزه؟ ازيك يا معلم؟ اي خدمه؟ بيقولوا عندك احلى فاكهه يا معلم. جربي ودوقي يا استاذ. اظن انت شايل الفاكهه الحلوه في المخازن. الدنجل. اه معلم. شوف كده النطر نطرت ولا لسه؟ ماشي يا معلم، انفخ العجله بالمره. اتفضل استاذ. وانا بلاقي يا معلم. شايف الحته اللي دخلت عند سلطان دي؟ ايه اللي شايفه يا معلم؟ انا مش فاهم ايه اللي بيحبب النسوان في راجل زي سلطان ده؟ حاجه غريبه يا اخي. سعاده البيه بعت لك السلام. سعاده البيه مين لمؤاخذة؟ وبعدين معاك يا معلم سلطان. ايه العباره استاني؟ العباره فنجان وفنجان القهوه وبعد كده التليفون. واطمن يا معلم سلطان، البضاعه هتوصلك. افتكرت؟ يا اهلا وسهلا يا الف مليون اهلا وسهلا. فضل استراح، فضل استهاني، فضلي اهلا وسهلا. تشبي ايه؟ لا متشكره قوي. لا ما يصحش، لازم تشبي حاجه. معلش عارفيني يا معلم مش حقدر. انا بعد حكايه فنجري خفت سعادتي بيه ما يعرفش يتصل بيا. كلام ايه ده يا معلم؟ انت نمرة تليفونك معاه. الله، امال ليه بطالت كده؟ الجو ملخبط شويه. طيب انا قلت كده، ما تعرفيش ان في شغل قريب؟ انت عارف انه ما بيتكلمش في المسائل دي مع اي حد. بس يعني واضح ان حضرتك مش اي حد. بقول لك مفيش جنس مخلوق يعرف انه شغال في الصنف ده الا انا، لكن ازاي وامتى وفين ما اعرفش حاجه من دي ابدا. سلا استهاني سلا. ده حتى سفنجري ما كانش يعرف سعاده البيه، ما كانش يعرف الا صوته في التليفون. هو سفنجري قال لي كده، كان راجل طيب الله يرحمه. تعرفيش مين اللي قتله؟ هو اللي قتل نفسه. يعني انتحر؟ ما هو اللي يحاول يعرف مين سعاده البيه يا معلم سلطان زي اللي عاوز ينتحر. فهمت كستان، فهمت. طب هو ايه اللي يخليه جازف مجازفه زي دي؟ انا ما كان عايش كويس وسعادتي بيه كان شايفه على الاخر، ده هو بنفسه اللي كان بيقول لي الكلام ده. المهم انا جايالك علشان سعادتي بيه طالب منك طلب. ايه بس تاني؟ سعادتي بيه ما طلبش، سعادتي بيه امور وانا نفذ على طول. عاوزك تخلصه من المعلم فتوح. هو قال لك كده انما ليه؟ هو فتوى عمل حاجه وحشه؟ ما على الرسول الا البلاغ. ايوه بس اخلصه منه ازاي؟
تقتله يعني؟ بيقول لك اتصرف، شوف له اي مصيبه. لا اذا كان كده تبقى بسيطه، مصايب مفيش اكتر منها. بس مصيبه تبعده عن الصنف، لانه سعاده البي مش عايزه يشتغل من خيره. فهمت. كل سعاده البي يطمن قوي، الطلب ده جه في وقته تمام. والموضوع يا فالح ما تقول لا متحكر في هذا. انت هو تتنور على المعلم بتاعك ولا ايه؟ بصراحة معلم فردة معتبرة. معلمي ما بيقعش الا واقف طول عمره. وانت بتقع وانت نايم روح امك. لا بقول لك يا ريس مالكش دعوة بامي، خصوصا في موضوع السيكو سيكو ده. انا عارف تعمل يا معلم. متحكر تعمل يا معلم. خشوا هاتوا صندوقين تفاح امريكاني وحطوهم في عربية الهاني. انا يا معلم لسه شرفت يا هاني. الله يأنسك يا معلم. صحيح يا معلم، اللي ربى بتاع مربى واللي لبس بتاع ملبس. اتهم يا هاني انت هو. هلا يا معلم. ومعرفتش كانت جايه ليه يا معلم؟ الله، تحطين الموضوع ده في دماغكم ليه؟ مرة جت خدت قفاصين فاكهة ومشت، خلونا في شغلنا أحسن. شغل إيه بقى يا معلم بعد اللي حصل ده؟ لا ما هو المعلم حسونا قال إنه هيعوضني في العملية الجاية. ما تسيبك بقى يا معلم من الشغل مع الراجل ده، ده ملوش غير الخسارة. يعني كنا لقينا غير وقلنا لأ. ما تخلينا نعس لحد ما نوصل لسعادة البيه، الشغل معاه سليم وكله أمان والبضاعة بتوصل لحد عندنا. قال إيه اللي رماك على المر؟ قال اللي مر منه. هو فين اخويا سعادة البي؟ الله يرحمه ويرحم ايامه. والله انا خايف المعلم سلطان يكون وصل له تاني وملبسك العمه وضحك عليك على انه مش لاقيه. كلامك مظبوط يا ابو علي، وانا اقطع دراعي من هنا مكانه الولاله جت النهارده دي المرسال الجديد لسعادة البي. الله، انتوا هتخلوا الفار يلعب في عبي ليه بقى؟ خلاص يا معلم، انت تحاول تهرشه لحد ما تجيب قراره. انا اجيب قراره وقرار اللي خلفوه كمان. وكان على صبر يا معلم سيبها له، تبقى بتقدم له خدمه وتروق الجو بينكم. اعتبرها بيقدم له نعجه. انما نعجه ايه؟ بن الله، وانا سيبها ليه يعني؟ قال عشان يفضل طول العمر يحنسني ويشمت فيا، انا ما بحبش حد يشمت فيا. خلاص يا معلم ما تسيبهاش. انت تخش على سلطان كده بالاونطه وتعمل نفسك ناوي تعمل معاه واجب مش هينساه العمر كله، ولا حتى هيعرف يرد. وتقول له خلاص يا سلطان انا هسيب لك سمارة عشان تتجوزها لحد ما نعرف الحقيقه ونوصل اللي احنا عايزينه. ساعتها بقى تقول له معلش يا سلطان انا رجعت في كلامي، قلبي ما طوعنيش. يسلم فمك يا معلم سعد. يعني انتوا شايفين كده يا رجاله؟ عايزين نشتغل يا معلم بدل قعده الولايه اللي احنا قاعدينها دي. اللي بقول لكم ايه؟ انتوا ما اشتقتوش لنسوانكو؟ ما نفسكوش تشوفوهم ولا ايه؟ يا ريت يا معلم، ده احنا الشوق هرينا. اه بس انتوا مطمنين لهم؟ انتوا عارفين ان البلاوي كلها ما بتجيش الا من ورا النسوان. ايه بقى يا معلم؟ ده نعمات دي بمليون راجل. ما تقول له يا حسن، قول له على الواجب اللي عملته معانا من ساعه ما دخلنا اللومان وهربنا منه. والله يعني واجب ولا اجدع راجل، وكمان سماره طلعت جدع معانا قوي. سماره؟ انت هتقول لي على سماره؟ قالوا عايزين نسيبها له. ايه يا بنت الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ انت ايه؟ اتفطشت في عقلك ولا ايه؟ سلطان ايه ده ولا فتوح ده اللي عايز يتجوز واحد منهم؟ ما انا قلت اتجوز ايوتها واحد فيهم يعمل لي كباريه. انت خلاص رستقت نفسك تشتغل رقاصه؟ اوام نسيتي كلامي؟ كلامك ده يابا خلاص ما منوش فايده دلوقتي. انا كنت زمان عايزه ابطل رقص عشان الله يرحمه ما كانش عايزنا اشتغل رقاصه. لكن دلوقتي خلاص لا عندي لا عزيز ولا حبيبه بطل علشانه. وانا ايه يا بت؟ مش ابوك اللي بيحبك وخاف عليك ولازم تسمعي كلامه؟ اللي مؤاخذه يعني يابا في الكلمه، انت كلامك لا هيجيب ولا هيودي ولا هتجري على اكل العيش. يعني خلاص دلوقتي العبره بالفلوس. طب قول لي بس اعمل ايه يابا؟ على راي امي هنجيب فلوس منين؟ ما هو الغلابه اللي زينا ما قدامهمش غير سكتين، يا يموتوا من الجوع يا اما يعرفوا طريق الفلوس منين. ما يهمهمش بقى هتيجي ازاي. خساره، خسرتك يا سمر. كلمه خساره دي خلاص مش هتعدل الكون. اشرب.
على العموم يا معلمة، هو ده الكلام اللي أنا كنت مستنيه من زمان، بس أنا برضو لسه معترض على حكاية الكباريه دي. يو معترض ليه بس يا معلم؟ ده الكباريه ده يا أخويا هيجينا منه لقمة عيش بقلاوة بقلاوة. وأنا محتاج يا معلمة، ده أنا المعلم سلطان. عارفة مين هو المعلم سلطان؟ أنا بعون الله أقدر أشتري شارع عمار الدين كله فوق كمان رود الفرج، بس ده مش الكار بتاعي. على آخر الزمن هلم فلوس من ورا نسوان بترقص وتتمسخر مع رجالة. لا مؤاخذة يا معلم، ما هو اللي ما يعرفش شغل الكبرهات يقول عدس، وبعدين لا مؤاخذة ده شغل، شغل يا معلم سلطان. شغل إيه؟ قل القيمة يا معلمة. نعمل إيه يا أخويا؟ حكم القوي على الضعيف. البنت سمارة راسها وقلب شبشب الكباريه. وبعدين بيني وما بينك كده، انا خايفه اللي اسمه فتوح ده يشم خبر يطير هو. فتوح؟ فتوح ده يا معلم؟ فتوح ده ايه؟ ده انا لو نفخته بقي هيطير. وبكره تقول المعلم سلطان قال، الفتوح قال. على مو معلمه، سيبين الحكاية دي كام يوم كده، لأن ورايا شغلانة مهمة لازم أخلص منها. يبقى اللي في دماغي بقى واللي أنا بسمعه صحيح الصحيح. قال إيه؟ بيقولوا هنا في الحتة بتجيلك واحدة هانم وراكبة عربية قباها، لو بعناها نبني بتمنها بيت بحاله. لا دي زبونة عندي جانا عصيت، دايت فاكهتي وعجبتها. أقولك حاجة معلمة، أنا الست اللي تدخل قلبي وتقعد فيه وتستربع لا يمكن تخرج منه تاني، وبنتك دخلت جوه قلبي وقعدت واستربعت يا معلمة. إيه؟ هو أنت هتقول عشان كده إحنا مشتريينك، يعني ما عديش على اللي اسمه فتوح ده؟ برضه هتقولي فتوح؟ انا فيها معلمة عليات. الله، انت جالس عصبيني بقى ولا ايه؟ فتوح ده ايه؟ ايش جاب فتوح لسلطان؟ ايش جاب الضبع للسبع؟ يا اخويا هدي اخلاقك، ما اقصدش ينقطع لساني بعد الشر علي. بهزر معاك يا معلم. بقول لك ايه المؤاخذه، ما لقيش معاك حته كده بتاعت 10 15 سنجار؟ يا سلام، غالي وتطلب رخيص. نايل الدين تفضل يا ست الكل. تسلم تسلم ايدك يا غالية يا ام الغالية. ربنا يخليك لينا لبنتي. بالاذن يا معلم سلطان. سلامة وسلمينا على الجميع. ايه هلا دونجول يا ويلي معلم. اللي ربه بتاع مراته واللي لابس بتاع ملابسه. اه يا معلم اهو. تعالى اقعد بقى كده عشان نكمل في الشغل. فكرتني ازاي الحلاق بيسفتوح قضيه؟ ايه اللي فكرت يا معلم؟ ده انا دار ال 78 حجر وقاعد جوه، مفيش في دماغي غير ان افكر وارتب وادبر وهندس. قول يا واد فكرت في ايه يا فالح؟ مين؟ افتح حسن. انا بلاقي بلاقي. صباح الفل يا معلم. صباح الورد. في ناس بيسالوا عليكم. ناس مين؟ امال فين معلم سعد؟ صباح الفل يا بلاقي. صباح الفل يا عمنا. ايه معاك مين؟ حذر فذر. من غير ما حذر ولا فذر، اكيد نعمات وفتحيه. يا سلام على الفخ النهود، طول عمرك تفهمه. يا طيب اتفضلوا يا جماعه. عوافي عليك. ازيك يا زمان؟ وحشاني وحشاني قوي. وانت كمان يا معلم سعد وحشني قوي قوي. طبعا يا بنتي بتقول وحشني قوي قوي قوي، قولي كلمتين كده باللي بيهم ريقي وتطمني عليا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده انا حتى يوم الزياره رحت لك السجن قالوا انك هيك انت ومعلم سعد، حتى كانت معايا نعمان. حق يا حسن، ده احنا ضحنا عليك. ليه؟ والمعلم فتوح ما قالكوش احنا فين؟ احنا كل ما نروح نسال عليكم يقول ما نعرف لهمش طريق، كانه خايف مننا لا نعرف مكانكم فين. بس ده شيء ما يزعلش يا بنت، الراجل راجل مجدع بيخاف على رجالته زي عينيه. حق من الناحية دي محدش يقدر يقول حاجة. صحيح، كل شهر بيبعت المصروف مع بلاجة غير الخضار من عنده كل يوم. اهو احنا النهارده بقى هنترحم من طبيخ بلاجة.
هناكل لقمه حلوه من ايدين نعمات. ليه كده بقى يا معلم سعد؟ هو انا اكلي ما بيعجبكش ولا ايه؟ الله الله الله، اكلك ايه اللي اكلك؟ ده انت اكلك عسل. وطلعت له من انهي دهيه الوليه دي؟ يا جماعه دي زبونه، هي صحيح لها تتقشط بس طلعت ولا نزلت زبونه. تعالى هنا يا دونجل، ومن امتى المعلم بيجي له زباين من الصنف ده؟ هو انت فاكره المعلم ايه يا معلمه عليا؟ المعلم بيجي له زباين على كل لون وعلى كل صنف. بقول لك ايه، مش معنى دي بالذات، اهل الحته لما شافوها قاموا قعدوا وتنبكيانها. هي الحته دي فيها نسوان، ده النسوان اللي في الحته كلها كسر. يا نهار ابوك اسود، ما تتعادل يا واد في كلامك. يا ست، هو انتوا فاكرين نفسكم؟ قصدي بتكلم على نسوان الحته يعني. طب قول لي يا دونجل، انت شفت الموكوسه دي قبل كده؟ ايه اللي شفتها؟ ده انا شفتها وشفتها كمان. يعني ما قلتلناش يا منيل على عينك؟ شفتها في اليوم؟ شفتها في السيما يا معلم. في السيما مع المعلم؟ على اساس ان المعلم ذاكر رستم يعني؟ شفتها في السيما بترقص مع المطرب ده اللي هو اسمه ايه؟ يعني شغالة غازية انا؟ دي نجمة كبيرة اسمها ناني، بترقص في الافلام مع المطربين الكبار. مين ناني دي يا معلم؟ يا معلم، وانا قلت ناني؟ مال قلت ايه؟ انا بقول يا معلم بلاش رغي ولات وعجن في الكلام، اشركعوش دماغ المعلم وكان وماني. طب خلاص. يا مين ناني دي يا معلم؟ اكتم بقى، خد المفاتيح وزباني على تحت وانا هحصلك. يلا ماشي يا معلم. احضر لك الفطار يا حبيب قلبي. لا مش واكل. ايه يا واد، انت بتصرف ايه؟ الفول يا ست الكل. يا ساتر. تشرب ايه؟ هي المعلمه هنا؟ لا خرج. ومسعود افندي؟ تعال، ابويا ما بيصحاش غير بعد العشاء. طب اتكل انا بقى علشان ما يصحش يعني. يو انت فاكر نفسك راجل يا واد ولا ايه؟ فاكر نفسي راجل؟ امال انا بقى ايه بقى؟ قشطه. انت زي اخويا بالظبط يا واد يا بون. تعيش يا ست الكل. قول لي بقى تشرب ايه؟ ولا حاجه، كتر خيرك. اقول لك، انا كنت ناوي اشرب فنجان قهوه، تشرب معايا؟ ماشي يا قشطه. خيبك وانا قشطة. بص يا صالح، احنا نعمل القهوة يا اخويا عشاني انا وانت، يعني لينا احنا الاتنين، والبنت سمارة بقى تبقى تشوف حالها مع المعلم سلطان. يعني ايه تشوف حالها مع المعلم سلطان؟ يعني سلطان خلاص هيكتب كتابه عليها. هو هيعمل لها الكباريه؟ طبعا يا صالح، دي سمارة دي بنت عليات حلوة قوي دي. قبل يا اخويا ما المأذون يكتب الكتاب هيكون الكنتراتو بتاع الكباريه في الخزنة، وساعتها بقى يعملوا الفرح في الكباريه ويبقى على رأي اللي قال زيتنا في دقيقنا. طب ما انت رايق اهو يا ساسا، طب ما تخلي يا اخويا جبسنا واسمنتنا في قهوتنا. انت قولي، ما مديتش ايدك في القهوه ليه لغايه دلوقتي واشتغلت فيها؟ متكلم مع كم مقاول كده، هشوف احسن سعر وارسيه على صاحبي. ليه يا صالح؟ هو انت يا اخويا ناوي تبني بيت؟ كله بحسابه قالوله، ما ينفعش اي مقاول كده يضحك علينا. سيبك انت، قوليلي، لما سماره تتجوز المعلم سلطان مين هيرقص في القهوه؟ انا، ما انت عارفني يا صالح، ما بيعجبنيش رأس اي واحدة في بره مصر كله. ده انا عليات، ولا انت نسيت؟ الشيكي شيكي شيكي والميكي ميكي ميك، شيكي 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 والميكي ميكي ميك. تصدقي بالله يا قشطة؟ لا لا لا، انا كل ما اشتغل في قهوة ما طيقش اقعد فيها اكتر من يومين. يو، امال بعد كده بتعمل ايه؟ يعني ببقى أخلي شغلي كده جمعة جمعتين. وعشان ايه ده كل؟ ما انا بقى ما بطيقش اشتغل في حتة انت مش فيها يا سمارة. ينيلك يا ولا، ما انت بتاكل وتصرف من ايه؟ اهو الحمد لله، ولاد الحلال كتير. على عموم هانت، كلها كام يوم والقهوة ترجع تفتح تاني. بجد؟ الحمد لله. بس انا مش هشتغل فيها. الله، ايه الكلام ده يا سمارة؟ امال يعني ناوية تعملي ايه؟ هفتح كباريه.
كباريه؟ كباريه حته واحده؟ الله، يبقى انا كده بقى ماليش لقمة عيش معاكي. ليه يا ولد؟ هو شغل الكباريه يفرق كتير يعني عن شغل القهوه؟ يعني بعون الله هشتغل معاكي؟ وهتكون اول واحد كمان. ربنا ما يحرمني منك يا ست الكل. يا قمر، يا احلى بنت في الدنيا كلها. تعرفي انا طول عمري بدعي لك ان ربنا يرزقك بابن الحلال ويعوضك على اللي فات. تفتكر يا بندو؟ تفتكر ربنا هيعوضني؟ انت قلبك طاهر يا سماره، قلبك ابيض، افعالك كلها خير، دايما بتقفي مع المظلومين. عشان الكلمتين الحلوين دول امسك، مش خساره في جدتك. امسك يعني. لا 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 يا ست الكل، لا خيرك سابق. انا جاي اطمن عليكي بس والله. يوه، ما تكسفش ايديا بقى. امسك من يد من اعدامها. ولو عاوزنا اشغلك اليومين الجايين دول لحد ما افتح القهوه ولا الكباريه ما عنديش مانع. اكلم لك الزفت السلطان ولا فتوح، يعني يا تشتغل فكهاني يا تشتغل خطبي. لا يا سماره لا، انا قاري القهاوي، يعني ما اشتغلش في اي حته تانيه ما سدش فيها، عشان ما بقاش بقى زي اللي بيقول جيت اغير البخت لبخت. يوه يا ولا، بتجيب الكلام المنايل ده منين؟ إيه؟ بالاذن يا قشطه. اذنك معاك. فارم عليك يا دنجل، حلوه الفكره دي. شفت بقى معلمي افكار حبيبك ابو الدناجل. اخويا تنيل، ما تتمرقش قوي كده، ما كانت في دماغي، بس انا قلت اشوف مخك عطلان ولا اشتغل. الله، ده كده يبقى مخي منفد على مخك بقى يا سيد المعلمين. تجننت يا ده ولا ايه؟ عاوز تجيب مخك انت لمخ انا؟ ما علينا، انا عاوزك تشوف لي واحد ما يكونش فتوح شافه قبل كده عشان ما يجيش وراه مشاكل. هنحط له كام فرده حشيش؟ فردتين بس. فردتين بس يا معلم؟ انت عارف فردتين بس دول يخلوه يتهف كام سنه سجن؟ مش اقل من 10 سنين. ويطلع من السجن بقى يا معلم يعمل لنا فيها عم المنتقم. منتقم ايه هات؟ تمام. وبعدين دول 10 سنين، يا ترى مين يعيش السنة 12 شهر؟ وبعدين شرفوا ان احنا ورا الملعوب ده. رد شوف مين. الو، مش ده برضو محل المعلم سلطان الفكهاني؟ انا اخدت منكم من يومين شوية فاكهة عجبوني قوي، انا عايزة شوية تانيين. هو المعلم موجود؟ طب اديهولي عشان اوصيه. يا ست هانم صبرك عليا يا امان، انا اصلي برست المسائل وبوضبها عشان لا هو ولا اي حد من رجالته يشك فيا. طبعا. لا خلاص، كل حاجه تقريبا جهزت. طمني سعاده البيت. لا ما فيش حد جنبي. يا ست هاني، بسعادة البيه عارف ان دايما سره معايا كبير، يعني مفيش حد غيري وغيرك يعرف ايها حاجة عن ايها حاجة. المهم نفسي اسمع صوته قريب قوي، لحظة خلاص المية قربت تنشف على الاخر. ربنا يديم المعروف استاني. مع السلامة. قالك ايه؟ بيقولك الطم بكرة أو بعده بالكتير هتكون الشغلانة خلصت، بس أنت بقى من ناحيتك خلي حد يبلغ مكتب المكافحة. خير يا عطلان؟ فتش الدكان. محدش يا مكتب حاجة ليه؟
هتلاقوا طماطم خارج التسعيره ولا ايه؟ انت عارف كويس قوي انت شغال في ايه يا فتوح. شغال في ايه ده؟ في الخضار. عموما المحل قدام والميه كانت في الغطاه. خش انت وهو فاكش. يلا في يا فتوح في يا حزام. مالكش دعوه سلطان، خليك انت في حالك. ماليش دعوه ازاي؟ فتوح طول عمر اخويا وابن حتتي. تمام يا فندم. لقينا دول. ايه دول؟ انا ما اعرفش حاجه عن الحاجات دي. لقيتوها في ايه؟ انت بتسالني انا ايه دول؟ ربنا ما اعرف اي حاجه عن الحاجات دي. الكلام ده تبقى تقوله في النيابه يا فتوح. اكيد حد حطهم له عزابي. فتوح مالوش في الكلام ده. امال مين يا سلطان؟ انت؟ على العموم ولا يهمك يا فتوح، انا هحصلك بالمحامين وان شاء الله براه. الدور الجاي عليك انت يا سلطان. مش لسه ما ظهرش يا حزابي. هاتوه هاتوه. لا حول الله، الراجل راح في شربة مية. تحت العمل. مين؟ أنا بلاجة. إيه بلاجة؟ في إيه؟ سرحتنا. إيه يا بلاجة؟ قفشوا المعلم فتوح. إيه؟ بتقول إيه؟ مين اللي قفشوه؟ كبس عليه من شويه لو عنده فرتتين حشيش. وهو المعلم فتوح بيشيل بضاعه جوه الدكان؟ ابدا، عمر ما عملها. اكيد حد حطها له. كلام نعمات مظبوط، وانا عارف مين اللي عمل كده. مين يا حسن؟ مفيش غير المعلم سلطان. معلم سلطان؟ اشمعنى يعني ما عملهاش غير دلوقتي؟ لا 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 لا، لا يمكن يكون معلم سلطان. انت ما شفتهوش لما اتقفش المعلم كان بيعمل ايه؟ بيجري كانه اتقتل له قتيل. المهم حد شافك وانت جاي؟ يا عم اطمنه، انا بس مش عارف اعمل ايه دلوقتي. انت تتدارى اليومين دول ما تظهرش خالص. لا اله الا الله. طب ومين اللي قفل الدكان يا بلاج؟ رجالتي معلم سلطان. عماد انت مالكيش وقت هنا الجو ملبش، انت ترجع البيت. طب ومين هيطبخ لكم؟ بلاجة. ويبقى فوت على فتحيه قول لها ما تعتبش هنا خالص. اكيد البوليس مراقب اي حد تبع فتوح. انا مش فاهمه انت مزعله روحك ليه؟ ادينا يا اختي خلصنا من واحد. كان نفسي نخلص من التاني سلطان الله يخرب بيته. صدقي يا بنتي يا سمار ان انت مش عارفه مصلحتك وطالعه هبله وعبيطه زي ابوك. يعني لو سلطان دلوقتي خدوه في السجن تعرفي تقوليلي مين اللي هيعمل لك سخام البرع ده اللي اسمه الكباريه؟ في 60 داهيه الكباريه مش مهم. المهم كنت ادخل الاثنين دول السجن واتشفى فيهم تجار المخدرات التانيين القتل. اهو دلوقتي يا معدوله المعلم سلطان هيبيع ويشتري فيه. فشل يبيع ويشتري فينا ليه يا اختي؟ مفيش راجل غيره؟ يا بنتي يا عبيطة، الأول كنا بنحرره بالمعلم فتوح، دلوقتي هنحرره بمين؟ بالمعلم مدعوس أبوكي؟ بلا فتوح بلا مش فتوح. أنا يا أختي يجي لحد عندي ويوطي على رجلي ويبوسها كمان عشان أقبلها. أنت فاكرة نفسك إيه يا بنت؟ البرنسيسة طلالالي؟ يا عبيطة، المعلم سلطان يقدر يشتروا 10 منك ومني بفلوس وبفلوس. وما اشتراش ليه يا اختي؟ ما يروح يشتري ويحل عن قفايا. ده كان مسالي يعني. كانت خبط له كده 25 سنة. 25 سنة ليه؟ كانت خبط له اعدام. اه لو اعرف بس بيخبي الحشيش فين النيل. بتقولي ايه في سالك يا بنت؟ يا اختي ما بقولش حاجة. المعلم سلطان بيسلم عليك وبيقول لك هو تحت امرك في اي حاجه تطلبها. هو كان نفسه يجي لك بس انت عارف العين عليه هو كمان. انا عارف. قولي له ان انا مقدر كل حاجه وربنا يقدرنا ويرد جماله، بس قولي له لو خدت حكم ياخد الصبيان بتاعي يشغلهم معاه. حاضر يا اخويا هبلغه، بس هو عارف مكانهم فين؟ خلي الواد بلاجه يردهم له. هو فتح الدكانه بتاعتك ووقف فيه واحد من رجالته. انا عارف. عارف ومقدر. مش عارفة أودي جمايله دي فين. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهم فتوح محمود البنهاوي بالسجن 10 سنوات مع الشغل. قال له ماليش ليه؟ لما جابليش سيرة خالص اللي حسن وسعد عنه. ما هو في الأول كان قاعدين عند المعلمة عليات في مخزن القهوة، ولما سمارة عرفت ما خلصهاش خدتهم معاها على البيت. سمارة الجدعانة كلها
حقيقي حقيقي جدع البنت دي قوي، امال انا هموت عليها ليه؟ ياه دي اللي الواحد يتجوزها وينام حاطط في بطنه بطيخه صيف. هي جدع، ربنا يجعلها من نصيبك يا معلم. يا رب يا رب. قلت له ان الدكان هيفضل مفتوح علشان لما يطلع بالسلامه يلاقي شين يسند عليهم. قلت له يا اخويا وبيشكرك قوي على الموضوع ده، وبيقول لك يا ريت الواد بلاجة هو اللي يقف في الدكان. بلاجة؟ وماله وماله، بلاجة بلاجة، بس انا بيني وبينك يعني خفت انهم يعكشوه وهو واقف في الدكان على اساس انه صبيه. اصل الواد بلاجة هو اللي عارف كل حاجه عن الدكان، وهو اللي عارف البضاعه بيجيبها منين وتمنها كام. لا خلاص ما جراش حاجه، هي المشكله كلها في سعد وحسن. عموما انا هروح اقعد معاهم وارتب كل حاجه. ساعه ما تحب تروح لهم خلي الواد بلاجة يوديك. كان لازم نقبض على فتوح يا وفيق، انت عارف الاوامر كانت جايه من فوق وما كناش نقدر نقول لا. انا عارف عارف ان فتوح ما كانش هيوصلنا لسعاده البيت، انت عارف، اما حاول يفهم لخبط الدنيا. عموما خد بالك بس انت من نفسك كويس، حاول تتصل بيا بالتليفون كل ما تلاقي فرصه تطمني عليك او يكون في اي اخبار جديده. مع السلامه. خير يا فندم. خير. وفيق ما كانش موافق ان احنا نقبض على فتوح، بيقول ايه الفايده؟ بالعكس سعادتك، التركيز دلوقتي هيكون على سلطان لوحده. قول لي الدكانه بتاعت فتوح اخبارها ايه، مقفوله ولا شغاله؟ سلطان مشغلها له. ده ايه الشهامه دي؟ سلطان ده سعادتك نمره كبيره قوي، على الرغم انه مجرم وتاجر مخدرات والكل بيخاف منه، الا انه جدع وشهم جدا وايده سخيه جدا على الغلابه. سبحان الله. اسمع سمير، الفتره اللي جايه دي انا عايزك تركز كويس قوي، الشغل بقى محتاج تركيز شديد جدا، وعايزك تنسق كمان بينك وبين وفيق، يكون في بينكم تنسيق مهم قوي الكلام ده. عايزين نوصل لاي خيط نمشي وراه يوصلنا لسعاده البيه. لا يا سعد، لا كده ازعل منك قوي. معقول يا راجل تبقى هنا ما تشيعليش حد يطمن عليك؟ ما انت عارف الحاله يا معلم، ده البوليس كان بيدور عليا بالنهار. اشمعنى فتوح؟ ما كان بيجي لك هنا على طول. لا يا معلم، اصل المعلم فتوح هو اللي جايب لنا الخن ده. قول كده بقى، من اللي احنا بنس اصحابي. لا ما تقولش كده يا معلم، ده انت غلاوتك عندي من غلاوه المعلم فتوح بالظبط. الكلام ده يقوله حسن، عشان طول عمره كان ايد فتوح اليمين. والله يا معلم اللي بيقول المعلم سعد ده هو الحقيقه. شايل معلم يا بلاجة. اتفضل يا معلمين. وضب لنا لقمه بقى عشان المعلم سلطان هيتعشى معانا. معلش اقفونا انا من الاكل. لا والله ما يحصل يا معلم، أنا عايزه بعيش وملح. نتكلم في الشغل. بس الأول يعني قبل ما نتكلم في الشغل يا معلم، أنا بس مش عايزين نبقى حمل عليك. عيب يا حسن تقول كده، عيب. ده أنتوا بمعزة دنجل ومضحكة. أنا بس كنت خايف عليكم من عينين البوليس. يا البوليس خلاص دلوقتي، رمطوا بيتنا وكان. ده كل يوم والتاني اتنين تلاتة يهربوا من السجون. هيلاحقوا على مين ولا على مين؟ ده زمانهم نسوا شكلنا. على العموم يا رجالة، أنا بقول تشتغلوا الأول في المخازن، تقطعوا وتوزنوا، وبعد كده نصدركم في التوزيع. قلتوا يا جيران. بدل يا سيدي الرفاعي بدل. يا معلم أنا مش موافق على الكلام ده. مش موافق ليه بس يا دنجل؟ يا معلم حد يدي القط مفتاح القرار. معقولة يا معلم؟ معقولة يا معلم اللي أنت بتعمله ده؟ نديهم مفاتيح مخازننا كده من اولها ونفتح دولاب شغلنا ونكشف لهم سرنا. وماله يا دنجل؟ ما خلاص هيبقوا من رجالتنا. حيالله هيبقوا من رجالتنا يا معلم، يعني لسه ما بقوش. مش معقوله من اولها ندي لهم الامان قوي كده. رايك ايه يا دنجل؟ انا مش فاهم انت الرجاله دي لسه هتتعلم الكار ولا هم غربه عننا؟ ما انت قلقان من ناحيتهم ليه؟ ده البوليس متربص لهم، يعني مش هيقدروا يخضروا بينا. لا دوم، لا لا، انا عاوزك توزن كلامك قبل ما تتكلم. يا معلم يا معلم انا قلبي عليك. عارف، وانت كمان عارف ان مش اي حد يقدر يلعب بالمعلم سلطان الدوكش، فاهم؟ قول لي كده بقى، فهمتها دلوقتي؟ بس انت خايف حد فيهم يلهف مكانك؟ لا يا عم انا بطمنك اهو،
محدش هيكون دراعي اليمين غيرك انت يا لونجو. قدها معلمة، بس يعني المعلم سعد هيرضى يشتغل صبي من صبياني؟ خلاص يا سيدي، يشتغل صبي من صبيان انا يا سيدي لونجو. انت كبرت في نظري قوي يا معلم سلطان، اهدي الشهامة والمجدعة بصحيح. واحد تاني غيرك لما صدق المعلم فتوح اترمى في السجن وقال انا مالي ومال رجالته. زم عجبتك يا سمرة؟ ايه اللي عجبتها؟ ده انت تعجب الباشا يا معلم. هو انت ما تعجبش مين يا اخويا؟ ما عجبنيش انا. الله 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 الله، ليه كده مسؤول يا فندي؟ وانا زعلتك في حاجه يا راجل؟ طب ده انا جايب لك ربع كونياك فرنساوي ما يستاهلش الا بقك. مش عايز منك حاجه، انا راجل بشرب طافيه، اصناف الخمر النظيفه دي ما بقتش تحوى فيا. تسرب جتاتك وفي بطن اللي خلفوك. هات هنا يا معلم، انا بحب الكونياك. هات من عينيا. اتفضل يا ست الكل. تسلم ايدك. مالك يابا في ايه؟ حد مزعلك يا حبيبي؟ انا مش حبيب حد، انا خلاص بقيت شرابه خرج، ما دام مفيش حد فيكم بيسمع كلام. يا راجل ما تقولش الكلام ده، لا ده انت الخير والبركه. بقول لك ايه يا متعوس، شد الجمك يا اخويا وهوينا، الدنيا بقت حر على الاخر، واحنا عايزين نقعد نتكلم كلام على رواقه وعلى مزاج. اتكل. شايف امك يا سماره؟ ده الملك لازم يديني شعر عشان مستحملها. دي بتهزر معاك يا ابو؟ تعالى تعالى، محتاج فلوس؟ مش عايز حاجه. طب هتشرب ازاي؟ هشرب واشربه، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. طب استنى استنى بس، خلي دول معاك عشان خاطري. عشان خاطري يا ابو. ماشي ماشي، خلي بالك من نفسك. سلام. سلام. ما قلتليش يا معلمه انتوا ناويين تكتبوا ايه؟ نكتب؟ نكتب ده ايه يا الدلع دي؟ بقول لك ايه يا معلم، احنا لسه يا اخويا ما اتفقناش، بلاش تاخدنا في الدوكه بتاعتك دي. دوكه؟ انتوا برضه حد يقدر ياخدكم في دوكه؟ ده انتوا تاخدوا مصر بالانجليزي اللي فيها في دوكه. تك يا معلم سلطان، دمك خفيف. شايفه يا بنتي سماره؟ مش انا بقول لك المعلم سلطان دمه شربات شربات. دمه شربات فعلا. المهم قلت له على بقيه الشروط؟ انت برضه مصره على حكايه الكبريري؟ قبل ما المأذون ما يسمى ويكتب الكتاب يكون الكبري بتاعي مليان من مجاميعه. ماشي موافق، بس بلاش حكاية الرقص دي، وليك عليا هجيب لك أجدع رقاصة في مصر ترقص فيه. وأنا أقعد أعمل إيه؟ أتفرج عليها وأنا قاعدة على الترابيزة تحت؟ لا يا معلم سلطان أنت غلطان، أنا ضحيت وهتجوز عشان يبقى عندي كباريه كبير ويبقى ليا اسم مشهور. خلاص بقى مفيش نصيب، كل واحد يروح من طريق. يا 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 يا، لا 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 يا سمارة يا بنتي، لا مش كده الكلام. الكلام يا حبيبتي اخده وعطى. بقولك ايه يا اما، خليك انتي، انا ما عنديش عطى، انا باخد وبس. اللي عاجبه اهلا وسهلا، اللي مش عاجبه برضو اهلا وسهلا. عندها حق يا معلم، عندها حق بنت سمارة، تجيب لها رقصة تقعد تهزو يا تتفرج عليها. لا يا اخويا ما عندكش حق يا معلم سلطان، سمارة هترقص في الكباريه اللي انت هتعمله لها يا اخويا على حبة عينك، وانت تبص كده وتتمتع وتتفرج، ومفيش اي حد يقدر يقول لها تلت التلاتة كام ولا يلمس طرف من بدلة الرقص بتاعتها. وبعدين الكباريه اللي انت هتعمله لها الهاي لايف ده كل كبارات البلد هتبقى فيه. انا بقى عدم مؤاخذة يعني ما تغزليش، ما بخافش الا من كبارات البلد دول. الواحد فيهم اول ما عينه تقع على الرقاصه بعيد عنك كانوا كله بيتشقلب. خلاص يا معلم انست وشرفت، مفيش نصيب بقى. الله الله الله، ما بالهداوه يا سماره، انا موافق. بس انا لسه ما وافقتش. في ايه تاني؟ نسوانك الثلاثه مالهم؟ ما بحبش اقعد مع دوره. لا ما انا ان شاء الله هخليكي في سكن لوحدك. لا ما هي مسألة السكن دي احنا لسه هنتكلم فيها. ماشي، كل اللي انت عاوزاه انا هعمله لك. عاوزة سرايا كده زي بتاعت عبد المجيد سيد. سرايا؟ سرايا سرايا؟ ايوه، بس دي مسألة هتاخد وقت. ولا يهمك يا معلم،
نشتريها لها جاهزة يا أخويا جاهزة. جاهزة إزاي بس يا معلمة؟ هو في حد هيرضى يبيع سرايته؟ اخصى عليك، ده أنت المعلم سلطان على سن ورمح، ولا عايزنا أقول لك بالسلامة؟ لا 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 لا، وكمان عايزك بلاش تقولي يا معلم سلطان، دي يا ريت تسمعيلي اسمي سلطان حاف بس كده من عناية الاتنين. وممكن كمان أقول لك يا واد يا سلطان، بس تعمل لي كل اللي انا عايزاه. انا بصوم لك بالعشره. خلي بالك من نفسك المره دي يا معلم. طبش عليها دوم، مهم انت فهمت الواد عينه هيعمل ايه؟ فهمت ودربته وبقى حريف كمان يا معلم. حريفت بالبدله الهندسه. امال يا معلم كله متظبط ومية مية، ما تشيلش هم انت يا معلم، ربنا يكبر بخاطرك ويرجعك منصور. لا يا سيدوم، انا عاوز ارجع سلطان. ولا علبه. ايوه يا ريس. صباح الله يا ريس. فهمت تعمل ايه؟ ايوه يا ريس، هي اول مره، ده تلميذك. طب يلا اتكل على الله. من عليك يا ريس. بعتولي عشان اجي اصلح حنفيه المطبخ. مين ده اللي بعتك؟ سعاده البيه. سعاده البيه؟ سعاده البيه مين؟ سعاده البيه اللي هيكلمني بعد ربع ساعه. انا في ايه يا هاني؟ انا سلطان. سلطان؟ تعالى اخرب عقلك، ده انا ما عرفتكش. مش كنت تقول لي في التليفون انك هتلبس كده؟ لا معلش، أخاف أتكلم في التليفون ليكونوا مراقبين. آه معاك حق، ده حتى سعادة البي قال لي إني ما أقولكش على عنوان في التليفون، عشان كده بعت لك واحد دي. اتفضل اقعد استريح. ربنا يريح قلبك يا ست هاني. اتفضل. على فكرة سعادة البي بيحبك قوي يا معلم. ربنا يديم المعروف. مش عارفة ليه ما كانش بالي على المعلم فتوح. والله عنده حق، اصل فتوح حادق حبتين، كل واحد بياخد نصيبه هنا. هعمل لك قهوه على الريحه، سعاده البي وصاني على كده، وبعد كده يجي لك منه تليفون، مش كده مظبوط؟ ايه اللي مظبوط؟ كده مظبوط على الاخر. هني لك يا سعاده البي، صحتي وعافيه. طلب ايه يا ريس دول؟ وضبت الشغل؟ تمام التمام. عشان الزبون اللي معانا مستعجل ومتشحتف على البضاعة. ومعادنا معاه بعد نص ساعة، يعني يا دوب. يابا الطلبية جاهزة، انتوا بقى فيكوا حيل تشيلوها؟ جاهزة ايه؟ ده شغل يا معلمين؟ في حد يحط بضاعة زي دي في شنطة واحدة؟ مش بدل ما تشيلوا شنط كتير وتلفتوا النظر ليكوا؟ اسمع يا سعد، أنا اللي أقول الشغل يتستف ازاي ويتشال ازاي؟ جرايا دوندول، أنت جاي تتشاكل معانا وليه على الصبح؟ ما تعرف بتكلم مين يا جدع انت؟ بس انت كمان يا ابو علي لازم تعرف بتكلم مين. ده الرئيس دونجل، هو دراع المعلم سلطان اليمين، وهو الكل في الكل. اهلا بالمتر مضحكه، انت بقيت الافوكادو بتاعه؟ هو كده يا حسن، خمسه في سته بزماره، ولو مش عاجبك هنرقصك في الحاره. ما تلم نفسك يا دونجل بقى، ايه حكايتك النهارده؟ وبعدين يا جماعه ما تصلوا بينا على النبي، امال المهامات محفوظه. روق كده يا رئيس دونجل، اقعد اشرب شاي. شاكرين يا عم سعد، قول لصبايا كلم نفسه الاول، من كتر الرغي هيجيله التهاب في لسانه. صدق بقى انا اللي عاجبني لك التهاب في نفوخك النهارده. واضح ان الشيطان ونصب عليه يا عم كده. الشيطان ونصب عليه يا دنجل. انا كنت هياخد نفسه في التهلوكه. انا كنت بيع المعلم فتوح اليمين، الكلام ده كان زمان وجابر يا ريس. ما تنفعش دراع ولا يمين، انت كبيرك صباع وشمال ياض. طب خلي بالك بقى يا جماعه، ما ينفعش كده، ده احنا كلنا زملاء، كلنا بنشتغل عند المعلم سلطان. ولا انت ليك كلام تاني يا دونجو؟ مفيش وقت للكلام يا عم سعد،
احنا ورانا دماغة ناس مستنيانا. هات يا ابن البضاعة خلينا نستفها من جديد لحد ما اتعلموا. مع السلامة يا دونج. وانت ايه؟ بابور جاز وضرب؟ ما تهدى شوية. مش عارفين نشتغل مع صبيانك يا معلم. تقصد مين يا دونج؟ عنبة ومضحكة؟ لا يا معلم، الرئيس دونجل مش قصده عليا ولا على عنبة، الرئيس دونجل قصده على المعلم سعد وحسن الجني. الله الله الله، مش عيب عليك يا دونجل برضو لما تقول على المعلم سعد وحسن الجني انهم صبيانك. كلنا صبيانك يا معلم. وماله؟ طب قول لي بقى، ايه اللي خلاك مزرجن او كده؟ عملوا ايه؟ يا معلم العيال دي بتتلكع وقاعدين يعملوا شاي، وعلى ما يقفلوا عمليه يكون الناس تابت. دول؟ طب يا اخي قول الكلام ده على حد غيرهم. دول بالذات ده الاتنين دول يقدروا يدوروا بلد بحالها، وانا مش عارفهم يا جدع. الله الله الله، وانت ما سمعتش هربوا من اللومان ازاي؟ ويعني يا معلم تلاقيهم سابوا باب السجن مفتوح. دونجل بقول لك ايه، اطلع من نفوخ امي، انا مش ناقص مشاكل. ولا تحب يا دونجل تقعد تبيع فاكهه وتوزن للزباين وبس؟ اه، وانت انا مضحكه، اذا عاوز تحافظ على لقمه عيشك هنا ابعد عن البني ادم ده. لا ماليش دعوه بيه يا معلم. الله الله، حتى انت كمان يا مضحكه بتبيعني في اول ملف. يا عواف يا معلم. اهلا نعمات مضحكه، هات كرسي بسرعه ست ستات. وانت يا اخويا هتقفني كده زي الشيخ اللي اتقطع نادره؟ هات كرسي تهبب عليه. مقبوله منك يا معلم. اتفضل يا ست الكل، هات لي كرسي. اه حاضر. خير يا معلم؟ هتروح الزول فتوح بكره في السجن. مين؟ انا عنبة يا معلم سعد. افتح. مرحبا عنبة. اهلا معلم سعد. بقول لك ايه؟ المعلم سلطان بقول لكم شطبوا واتكلوا على الله. طب تشكر عنبة. أنا بالحق معلم سعد، الست نعمات كانت عند المعلم النهارده. أنت شفتها؟ دي قعدت معايا يجي نص ساعة بعدين قامت. هي ما عدتش عليكم ولا إيه؟ لا ما تعرفش إن إحنا هنا. طب ما يلزمش شايلاتهم خدمة؟ لا تشكر عنب، بالسلامة أنت. سلامة يا معلم. تفتكر النعمات كانت بتعمل ايه عند المعلم يا معلم سعد؟ بكره الزياره تلاقيه كان عاوز يبعتها بحاجات للمعلم. معلم سلطان ده غريب قوي يا اخي، اللي كان يشوف عداوته مع المعلم فتوح ما يصدقش اللي عمله معاه هو بيتحاكم واللي بيعمله معاه لحد دلوقتي. سيبك انت، الراجل بيفضل طول عمره راجل. ازيك يا سمارة؟ ازيك يا حسن؟ امسك يا حاج، شكر على الله. انت متشكرين. انتوا قلنا موقفكم كده، مش خايفين يكون البوليس قاطركم ولا حاجه؟ طب هنعمل ايه؟ بلاش الشغل يعني وموت من الجوع يا سمارة. لا الدنيا لسه بخير يا معلم. طول ما اللي زيك دي المخروبه بتاعت سلطان. لو عايزه اي فاكهه من جوه انا مش حالك يا ست الصبايا. ما تيجي نخش جوه، بلاش الوقفه كده. هو انتوا بقى بتستخبوا هنا؟ احنا بنشتغل هنا. انتوا مالكم من الفاكهه؟
قال ايه رماك على المر؟ ودينا بنلقط رزقنا. بقى المعلم سعد الازرق بيلقط رزقه في مخزن فاكهه. عندك شغلانه احسن من كده يا سماره؟ انت عارف يا ابو علي انا طول عمري يا اخويا ملياش في تجاره الصنف بتاعتكم دي، انا ليا بس في الهز والتسبيل للرجاله. بس انا سامع اخبار كويسه عنك انت والمعلم سلطان. وانت ايه رايك يا معلم سعد؟ يعني هتلاقي احسن من معلم سلطان فينا يا سماره. انا بقول ايه رايك يا معلم سعد؟ انا بقول اهو برضه ما حسن قال. الحقيقه يا سماره مش هتلاقي احسن من معلم سلطان. يا سبحان الله، مع انك زمان كنت مرسل للمعلم فتوح عشان يتجوزني. اهو كنت بسعى في الخير، بس على الرأي اللي قال الحسن اخو الحسين. انت يعني يا سمره كنت راسي على الحسن ولا الحسين؟ بس انا سامع ان هو بيوضب لك تياتر وهيطلع نسوانه وكمان هيديكي مهر الشيء الفلاني. ايه كتير عليا؟ انا بقول قليل. انت جوهره يا سمره، جوهره، محدش في الدنيا دي يقدر يقدرك. يا سعد طول عمرك كلامك بيريحني. طب يا ست الصبايا بالاذن لازم نمشي علشان انت عارفه اللي فيها. اه يا ابو علي عندك حق. طيب وخلوني بقى اشوفك واطمن عليك. ما خلاص بقى كلها كام يوم وهتبقى مرات المعلم بتاعنا. بلاش تسبق الايام، محدش عارف بكره هيحصل ايه. بالاذن. اذنك معاك يا مستر كويس. بابا ازيك يا رامي؟ ازيك يا معلم فتوح؟ زي سعد بتشوفيه؟ طبعا بشوف كويس، شغال مع المعلم سلطان. بيقول لك انه مبسوط؟ مبسوط، ده بيقول ان المعلم مش مقصر معاه هو وحسن وبلال. مين كان يصدق ان سلطان يعمل كده؟ ده اللي عمله اكتر من الاخ. هو بعت لك معايا السلام، وبعت لك قرشين سايبهم لك بره في الكانتين. تعبك معايا وتعبه هو كمان، ربنا يخليك ليه. اخس عليك يا معلم فتوح، ازاي تقول كده؟ يا اخويا ما يجيش من بعد خيرك. اقول لك ايه يا سلام، بتشوفي سماره؟ ايوه يا اخويا شفتها مرتين. انا عايزك تروحي لها وتقولي لها المعلم فتوح بيقول لك بالبركه اتجوزي المعلم سلطان، مش هتلاقي راجل زيه في الدنيا كلها. حاضر يا معلم، مش عايز حاجة تانية؟ ربنا يسعدها ويسعده. شو بقى يا صالح، احنا عاوزينك تجهز لنا كم هتاف كده من الهتافات الجميلة علشان ايه نستعملهم في الحملة اللي جاية. اطمن يا سعادة الباشا، مفيش أكتر من الشعرات. عايزينك كمان انت ورجالتك تقطعوا الصور واليوفط بتاعة المرشحين المنافسين. نقطعها ليه يا كريم بيه؟ احنا هندهنها أسود. تمام. ما تنساش عايزين عليهم شوية إشاعات كمان. أهم حاجة تركز عليها يا صالح في الهتافات خروج الإنجليز من مصر، محدش هيخرجهم غير الحزب بتاعه. الله، وتخرجهم ليه يا عم جيب بيه؟ ما احنا بنسترزق من وراهم. أنت تعمل اللي بيقولك عليه عبد المجيد بيه وبس، يعني أنت كنت شفتنا خرجناهم صحيح. ماشي يا سعادة الباشا، ولو عايزين نشتغل ناحية القلعة والسيدة عيشة والرفاعي أنا تحت أمرهم. الله يا صالح، بس ده مش الخط بتاعك. ما أنا ليا ناس في درب الشكامبة هناك. أيوه، الولية صاحبة القهوة. تخليها في سيرك يا باشا. على فكرة دولة الباشا، الولية دي متجوزة واحد من عيلة الشواربي. دي عيلة كبيرة أوي. لو شفت جوزها سعادة الباشا ما تدفعش فيه تلاتة أبيض. هي الست دي مش ليها بنت. سمارة دي بنت زي اللوز المقشر. الله، جرى يا صالح، انت عينك زايغة عليها كمان ولا ايه؟ لا ما خلاص هتتجوز. هتتجوز؟ تتجوز مين؟ هتتجوز معلم هيتقلها بالذهب. خلونا احنا في الموضوع بتاعنا دلوقتي، احنا هنبتدي الحملة بتاعتنا الأسبوع الجاي بإذن الله. طب حس كده بقى ما تقبوا بدفعة ولا حاجة عشان نحين الرجالة وصوتها ينجري وتلعلع. أنا هكتب لك شيك بألف جنيه. لا الله لا يسيئك، خليها نقدية علشان شيك واروح البنك واقف في الطابور والصراف يعدهم لي ويقل بركتهم. المهم احنا عايزين شغل مظبوط. سمعت اللي قاله الواد صالح عن البنت اللي كان مرحوم ابنك عاوز يرتبط بيها؟ اهو ما فاتش كام شهر وهتتجوز. قول دي بنتي غلبانة وجالها وعايزة
تاني الدور بقى اللي كانت خطيبته رسمي وبنت ناس ضريع في الجيب ايه؟ ما احنا استأذننا منكم قبل ما نعمل اي حاجه. كنت منتظر مني يا كريم اقول لك ما تجوزش بنتك بس يعني مش بعد 3 أشهر من موت المرحوم. خلاص يا عم جيب بيه انا هفسخ الجوازه دي. لا 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 والعريس ذنبه ايه؟ معلش الحقيقه بسم الله. خش برجلك اليمين يا بيت. تعالي يا سمار. برجلك اليمين يا سمار. تعالي تعالي اتفرجي وقولي لي ايه رايك بقى يا حبيبي. الله بص يا سماره عامل لك صوره بدله الرقص. يا سلام ده اقل واجب يتعمل لسماره. ما تقولي لي حلوه بقى ايه رايك؟ بس راجع رايي ليه؟ لازم اشوف الكباريه ده حته حته من اول لاخر. صبريه يا معلم صبريه. انت عارف البنت سماره دي مجنونه لحسن ترجع في كلامها. صبريه يا اخويا. احيي ما انا كمان عاوز اعرف هنكتب الكتاب امتى. لا تكتب الاول اسمي بالنايف مره كده على الكباريه. كباريه سماره. يا سلام ربنا غالي والطلب رخيص. ده انا هكتب لك اسمك بكل اللغات عربي انجليزي فرنساوي وبالطلياني كمان لو عايزه. بنت يا سماره مفيش احلى من كده مكان ممكن نعمل فيه الفرح. ايه رايك؟ فرحي يا فرحك يا بنت. لا ده الفرح ده لوازمه كتير قوي عايز له توضيب وتجهيزات. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي بقى افرجك على الاوضه بتاعتك. ايه ده؟ سرايا سرايا وعدم مؤاخذه خليت لك عفشه ميتها منها فيها يعني جواها. امال ايه يا معلم سلطان؟ يا ترى افتكرت الاوضه بتاعتي يا اخويا انا كمان ولا لا؟ انا ابتديت بعفشه الميه وهنصب عليها الاوضه قريب ان شاء الله. انت بتضحك معايا يا معلم. تعالي يا بنت نشوف الاوضه. تعالي على عفشه الميه. خش برجلك باليمين يا سمار. صلاه النبي يا ما انا فرحانه لك يا حبيبتي. حتتين كباريه الله يشرح صحيح القلب الحزين. ربنا يسعدك ويكرمك يا سماره يا بنتي. بكره تقولي يا حبيبتي ياما يا وش السعده عليا لما تبقي في العز واكل الوز. يا حلاوتك يا سماره. كرهيه يا بنت ما بترديش عليا ليه؟ سايباني عماله هاتي واكلم نفسي. الله في ايه؟ يا ياما بفكر. بتفكري في ايه يا نينا عين امك؟ الكباريه وكل طلباتك مجابه. بتفكري في ايه تاني؟ الكباريه عاجبني قوي بس هنبسبس يا قطه. بس ايه؟ عايزاه يبقى بتاعي من غير سلطان. تك ايه يا بنت؟ يا بنت ما الكباريه بتاعك والراجل كاتبهولك بيع وشراء وباسمك. ايه تاني؟ لا عايزاه يبقى باسم انا وما اتجوزش سلطان وابقى حره نفسي. يا نهار ابوكي اسود ومنيل يكحم ابوكي مطرح ما هو قاعد كده. يا بنتي يا سماره عايزه تعشر الراجل في الحرام يا بنت. وانا يا اختي كنت عايزه اعشره في الحلال عشان اعشره في الحرام. لا انا عايزه الكبري يبقى ليا وسلطان ده يروح في 60 داهيه تاخده. الله صلاه النبي. هنبتدي بقى نفتري ونتبطر على نعمه ربنا. يا بنتي يا حبيبتي الراجل مش متني لك كلمه وبيعشق التراب اللي انت بتمشي عليه وايد لك صوابعه ال10 شمله. عايزه ايه تاني يا سماره؟ مش قادره يتوه عن بالي ياما انه قتلت القتله وان انا وهو هيتسكى علينا باب واحد. يا بنتي يا حبيبتي جبت الكلام ده منين؟ الله انت ناسيه اللي عمل كده؟ ما هو هاجم على المعلم سلطان وكان هيضيع الراجل في شربه ميه. بقول لك ايه؟ اسحي لنفسك بقى وفوقي يا سماره. قلبي بيقول لي ياما انه هو اللي قتل كمال وكمان التلاته اللي قبليه. ولنفرض يا نن عين امك ان هو اللي عمل كده. هيكون عمل كده ليه؟ مش عشان بيحبك؟ قال على راي المثل الراجل لو كان غول عمره ما هياكل مراته. ولا انت خايفه منه يا بيت؟ انت فاكراني خايفه منه؟ لا طبعا. وبكره ياما تسمعي وتشوفي وتشوفي مين فينا اللي هياكل التاني. اسم الله عليكي تربيت ايديا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بس بس اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. انت فين يا بنتي؟ الله يخليك. صباحك يا بلاد. اهلا ست سماره.
ومريني وقت طماط وقت بتنجان خضر للسلطه من عناية الاثنين. اقول مبروك مقدما على ايه يا رب؟ انا سامع ان فرحة قريب انت المعلم سلطان. يقول يقولوا يعني ايه؟ كلام مش مظبوط يعني كل شيء اسمه نصيب. لا بالحق ما اشتغلتش ليه مع المعلم سعد وحسن الجامع الا انت مالكش في الفاكهه. فاكهه؟ ما انا ما اعرفش ايه العدس. تقصد ايه عدس؟ يعني الاسم الطوبه والفعل الامشير. انت هنا بتكلمي بالاسم ايه ده الالغاز؟ حلو ايه يا ست سمارة انت ما شاء الله ست الحلوين. مع كل ده عشان بقول لك بتفهم في الفاكهه ولا لا؟ يعني هو المعلم سعد والرئيس حسن كانوا بيفهموا في المانجا والبطيخ. والله ما انا فاهمه انت تقصد ايه. معقوله يا ست الكل ده انت تفهميها ولا طيب؟ المهم النهارده ما تفهمتيش بكره تفهمي. مش هتبقي برضه المعلمه سمارة؟ هو انا دلوقتي مش المعلمه سماره ولا انا يا اخويا مش مالي عيني؟ معلمه في قلب التخيل كبار وصغيرين وست المعلمين كمان. طب اذن اللي قلت لك عليه. طب هتدفعي ولا نقيده على حساب المعلم سلطان؟ قيده. الشاي يابا. خلاص نويت على الجواز من السلطان؟ كل شيء اسمه نصيب. بقى سماره بنت مسعود الشواربي سليل اكبر عيله في البلد اللي كلهم بهوات وبشوات تتجوز تاجر مخدرات. قال يعني كانت تقدم لي اللي احسن منه وانا اللي قلت لا. يا بنت ما تستعجليش. هو ما استعجلش ليه يابا؟ انا خلاص زاد عندي بقى زي عبيد بعد اللي مات الله يرحمه. يعني هو كان عمل لك ايه؟ ما كان بيلعب بيك ملاوعك؟ كان خلاص هيتجوزني من ورا اهله عشان يمرمطك وبعد كده يرميكي. طب ما انت ما عملتش كده يابا. اتجوزت امي ومحافظ عليها لحد دلوقتي، ما مرمطتهاش يعني. امك هي اللي مرمطتني، وبعدين انا قلت لاهلي انا هتجوزها، ما خفتش منهم. فضها سيره بقى يابا. الكلام ده ما عادش منه فايده. وبعدين الراجل بيعمل لي كل اللي انا عاوزاه. يعني وبعدين تحط لسانك جوه بقك وتلم نفسك بقى. البت الصغيره موافقه وراضيه اهو. يا متعوس انت عايز تتعس البت معاك ولا ايه؟ سيبها يا اخويا تدور على مستقبلها ومصلحتها. والله ما في حد هيضيع مستقبلها غير طمعك وجشعك ده. حوش يا حواش حوش اللي يسمعك بتقول كده يا اخويا يفتكرك بتكبش من عزبة اللي خلفوك وبتصرف علينا وبتدينا قطيعة. وعلى فين كده العزم يا بهدورة؟ راح على القهوة يا شحبون. واحنا مش هنخلص في الموضوع ده ولا ايه؟ بقولك ايه يابا؟ ما تروح انت القهوة وقف على ايديهم. بنت يا سمارة يقف على ايدين مين؟ ابوك يا حبيبتي لو دخل في اي حاجة يوقف المراكب السايرة. بعدين المعلم صالح هو اللي بيقوم بكل حاجة. ومال بقى المعلم صالح ومال ملكنا ياما؟ بنت يا سمارة مش المعلم صالح هو اللي جايب الفلوس؟ ما سلطان موجود ومستعد يعمل اي حاجة امره بيها. جرى ايه يا سمارة؟ هو يا بنت المعلم سلطان فاضلنا مش وراه اشغاله. رايح نفسك يا بنتي، هي ما تسترحش غير اللي جرى على اسم صالح ده. اسم الله على اللي خلفوك، انت جبت التايهه. وعلى راي المثل لو كان الجمل يا اخويا شاف ادبه كان قال دي قله ادب. بقول لك ايه يا سماره؟ انا نازله يا حبيبتي مش طايقه اسمع صوت حد. طبعا ما انا صوتي مش حلو يا صوت صاحبي. يكونش اسمه صالح عبد الحي ومش واخد بالي. اوعى تزعل منها يا حبيبي، دي بتنخشك. ده حتى امي بتحبك قوي يابا. يا مرحب يا مرحب بالست هاني. طب وربنا انا لما بسمع صوت سعادتك بحس ان الدنيا فتحالي دراعتها. طبعا ما هو الخير بيجي مع دوب صوت حضرتك. نعم بكره خلاص في الميعاد تمام هتلاقيه واقف قدام شقه حضرتك. السلامه. ألف ألف مليون سلامة. دونجل! أنت يا دونجل! فكر معايا بقى بسرعة كده ألبسي بكرة. وأنت معزوم فين يا معلم؟ معزوم إيه؟ معزوم إيه يا دونجل؟ في إيه؟ ما تفوق معايا شوية بقى، هي الحتة لسه شغالة معاك من إمبارح. بعدين شغال اللي ملوش في الدهنة يلحس في الدهنة. نورني أنت بس يا معلم وقول لي إيه؟ يا ولد انت مش عارف انا كنت بتكلم مع مين دلوقتي؟ فهمتك يا معلمه. الحمد لله فهمت الف نهار ابيض. دونجل فاهم يا رجاله. ما انا اعمل لك ايه بس؟ قول لي بقى البس ايه؟ ايه يا لولو؟ مزاجك مش عاجبني النهارده يا جميل. عندك حق يا صالح. الراجل يا اخويا متعوس على خيب الرجا جوزي ده.
اشمعنى؟ يوه، انت هتخش لي قافي يا صالح. بيبص لي النهارده بصات عجيبه كده، واخرتها بيلقح بالكلام عليا وعليك. طب ما يلقح فيها ايه يعني؟ فيها ايه ده؟ ايه بس يا صالح؟ انا خايفه يا اخويا وقلقانه يكون فاهم اللي بيني وما بينك حرام وغلط. شوف يا لولو، احنا بقالنا عمر بحاله بنحب بعض حب طاهر شريف، لا لمستك ولا لمستيني، مستنيين الوقت اللي يرمي فيه مين الطلاق عشان نتجوز. لا مؤاخذه بقى البعيد، لو ما فهمش لحد دلوقتي الكلام ده يبقى تربش. يا ريتو يا ريتو يا صالح يفهم اللي بيني وما بينك نضيف على الطيب الطاهر، يا ريتو. يفهم ولا ما يفهمش بقى، مع انه ما فهم. لا يا صالح، لا لا، انا متوغوشه، اصل ده مش طبع مدهوس. الله، الراجل ده بيغير عليا موت من الهوا اللي معدي جنب مني كده. ساكت ليه لغايه دلوقتي؟ انا قلقانه لا يكون الراجل ده مرقدلي على حاجه. هو يقدر يهوى بناحيتك؟ انت معاكي صالح ابو شفطوره اللي كل الرجاله بترعبوا بس لما يسمعوا اسمه. يخليك لي يا صالح يا رب وتعيش. مصلحتي يا ابني تاني. سلطان تعالى خش. ازيك يا معلم سلطان؟ حق انت كل مره تلخبطني. انت بتجيب الافكار دي منين؟ بس ايه راي حضرتك كده؟ اظن اللي شفته وانا عامل كده يقول اكيد ده مولود في عد التليفون. طب اقعد استريح. اتفضل. رايح قلبك يا اتفضل. ده لو شافك سعاده البيت لا يمكن هيعرفك كل مره. هو سعاده البيت مش ناوي يتعطف ويتكرم علينا ويعرفنا بنفسه بقى؟ وبعدين معاك يا معلم سلطان، بلاش الكلام ده، الحيطان ليها ودان، واللي بس يحاول يعرفه مش قادرة أقولك هيكون جزاؤه إيه. أيوة بس أكيد أنت شفتيه. أنا؟ أبقى كدابة لو قلتلك شفته ولا أعرف حتى اسمه. أنا زيك ما بسمعش غير صوته بس، واللي بيأمرني بيه بنفذه. ياه، ده بان عليه الراجل حاويط قوي. أكيد الراجل ده كبير والكل يعرفه. احنا ملناش دعوة بالسكة دي، احنا نعمل شغلنا وناخد فلوسنا، وغير كده لا لينا عنده حاجة ولا هو له عندنا حاجة. صح، كلامك مظبوط يا استاذ. وعلى رأي المثل البق المقفول ما يخشوش دبان. المعلم ساعد والرئيس حسن كانوا بيفهموا في المانجا والبطيخ. مع السلامة سعادة بيه، ألف ألف مليون سلامة. ياه، الترابية دي جت في وقتها بصحيح. ليه؟ أنت محتاج فلوس قوي كده؟ لا مش مسألة فلوس، أصل ربنا عندك هتجوز وناوي اخد العروسه كام يوم يشم فيهم هوا. بس اللي انا اعرفه انك متجوز ثلاثه. خربوا الاخلاق الثلاثه، محتاجين عمره. انا كمان بقى عاوز اغير، عاوز اصب نفسي من جديد. لازم العروسه بقى حلوه. حلوه؟ يا حلوه بعقل، يا حلوه اخر حلاوه. ادي بقى اللي تقول للقمر قوم ياد فز، خلينا على مطرحك شويه. ياه، ده انت واقع قوي يا معلم. ايه اللي واقع يا استهاني؟ ده انا واقع على بوزي، عشان كده يعني نفسي اطلب من حضرتك طلب. اتفضل. يا ريت تتنازلي وتعطفي وتتكرمي وتشرفيني قدام معازيمي وترقصي بفرحي، واللي انت هتطلبيه هدفع لك قده الطقطقين. يا ريتني كنت اقدر يا معلم، ما كنتش هتأخر أبدا. الله، وإيه المانع إن شاء الله؟ سعادة البيه مش عايز أي حد من اللي بيشتغلوا معاه يعرف التاني. عايز مؤاخذة يعني، مش أنت برضه بترقصي في الفرح؟ برقص، لكن إلا فرحة.
ما اقدرش. طب ايه راي حضرتك اللي يجيب لك موافقه سعاده البيه انك ترقصي في فرحي؟ ياه يا معلم، انا كنت ساعتها اجيلك وارقص لك طول الليل وزفك كمان وانت وعروستك من غير ما اخد منكم لا ابيض ولا اسود. يبقى تاهت والاله. اطلبي لي سعاده البيه وانا اكلمه. ما انت عارف يا معلم سلطان، سعاده البيه ما بيديش نمرته ولا اي حد، ده لو كده كان اديها لك انت. مظبوط مظبوط. خلاص لو اتصل بيك يعني استاذنيه، وان شاء الله انا عارف انه مش هيرفض. اصل كنت مصوريه سعاده البيه بيحبني قد ايه. ارتاح ولا يهدالي بقى مضحكه الا لما طير سعد من الشغل مع المعلم سلطان. سعد الازرق بس يا رئيس دونجل، وكمان حسن الجن، دول يا جدع كانهم مستنظرين يورسونا بالحياه. انا مش فاهم ايه اللي خلى المعلم سلطان يشغل رجاله المعلم فتوح معانا. وما يشغلهمش ليه يا رئيس دونجل؟ اذا كان المعلم سلطان مقوم للمعلم فتوح ثلاث محامين بشيء فلان. يا عم هو ده محتاج فلوس؟ ده عنده فلوس لو وقف عليها اوصل لجبل المقطم. على رايك. أمنت على الحشيش اللي في المخزن؟ حصل يا ريس، ده أنا كنت بشوفه بينقط البت سمارة كل يوم بجنيهات الذهب ويبدورهم كده تحت رجليها بطر. يعني ما كنتش عارف تجيب لنا شوية منهم؟ أنت رامي ودنك معانا ليه؟ الكلام اللي سمعتيه ده تقفلي بقك عليه. وطي صوتك شوية يا مضحك. حاضر. ويوطي صوته ليه يا أخويا؟ هو أنت مش مستأمني ولا إيه يا عم دونجل؟ يا وليه أستأمنك إيه تاني أكتر من إن أنا اتدبست فيك واتجوزتك؟ يس يس صباح الفل يا معلم. امسك يا مضحكه معانا ولا معلم؟ نهاره زي الفل. اتفضل يا وحاجتك ايه؟ بقول يعني ماشي الله استفند حلو قوي. فاضل كم قفص؟ سته. واللي فيهم الباريس كام؟ ثلاثه. تامن عليهم كويس. يا نهار اسود روحنا في داهيه. يا مصيبتي انا ماليش دعوه، انا ما اعرفكوش. طريقكوا ايه؟ احنا هنوصل لحد اخر الشارع يا حاجه، ننزل الاثنين الحريم اللي معانا دول لمؤاخذه. معاكم. استنى يا ريس انا هنزل. وعلي النعمه ان مراتك دي مخها نور عم مخك يا دونجل. ازاي بس يا معلم؟ وانا يعني كنت اسلمها ولا اقول دي معانا؟ بس كان من الواجب برضه تستنى وتشوف جوزها هيحصل معاه ايه. ما يا جوف لو ما كانتش نزلت هي وسعديه ما كنتوش هتعرفوا تخلصوا من العسكري، وكان هيفضل معاكم لاخر الشارع يا اخويا. وطول ما ماشي بقى يقلب في الاقفاص ويعرف فيها ايه، يعني كان زماني دلوقتي مشيع لكم واحد محامي. واحد محامي بس يا معلم؟ يا معلم ده انت شيعت للمعلم فتوح ثلاث محاميين. وانت واضح هتحط راسك من راس المعلم فتوح برضو. عندك حق يا معلم، فعلا احط راسي ازاي؟ برضه راسه كبير قوي يا معلم، ده غلبتنا على ما دخلناه السجن. الله يخرب بيتك، اسكت بلاش السيره دي، ادل على حاجه تانية. ماشي يا معلم، هتفرحنا امتى بقى يا معلم عشان اقيف نفسي كده واجيب طقم جديد وتبقى خمسه في سته بزماره وكلنا نرقص في فرح المعلم على سمار.
اللهم اجعله خير. ايوه هنا مكتب مكافحة المخدرات. مين بيتكلم؟ طيب طيب يا ست، مش مهم تقولي اسمك، اتفضلي اتكلم. ايوه ايوه. طب يا ستي اطمني، احنا هنتحرى وهنعمل اللازم. متشكرين يا ست، مع السلامة. صباح الخير يا فندم. ايوه يا اسماعيل، في حاجه؟ لا، اصل عندي مشاكل كتير قوي خاصه بالانتخابات. مجزره حصلت في اسكندريه بين اتنين مرشحين، موضوع اللي في منتهى الخطوره. سلطان؟ مين سلطان الدوكش ده؟ افتكرت. ايه اللي حصل بالظبط؟ وبعدين؟ طيب اتصرف يا اسماعيل، ادرس الموضوع كويس وشوف هتعمل ايه، وانا موافق على كل اللي هتعمله. سلطان مات؟ احمدك يا رب ما جت من عندك. استغفر الله العظيم يا رب. ده ايه الحظ المهبب ده؟ فضلت تنخي يا جمل ولا طولتي يا عيني الامل؟ ليه يما؟ احنا خدنا يا اختي الكباريه. يا بنت الكباريه ايه؟ طب كان يصبر شويه، كنت قشيتي الليله كلها. وليه تلمي بقى؟ انت عايز تبيعي بنتك خلاص. الهي عزرائيل يلمك يا مسعود يا ابن قدريه. فضلت تنق على الراجل تنق على الراجل لحد ما جبته أجله بدري بدري. أنا عارفة إسرائيل ما كانش مستخبي عنك فين. ها مين اللي مات يا بيت؟ مفيش حاجة يا معلمة، المعلم زي الفل. طب الحمد لله. يو أمال السواد اللي كان عنده ده من مين؟ ده من نسوانه، أصله بعيد عني، طلقه. هات عنك معلمة فتكات. شفت معلمك سلطان دنقل خدني لحم ورمان عط. لا معلمة، ما انت زي الفل اهو ما شاء الله. يلا اتفضلي. معلش يرضيك يا دنقل، يرضيك المعلم سلطان يطلقني. لا ملوش حق طبعا، في حد يطلق مراته وحبيبته واخوك كبير. معلش حبيبي يا دنقل. ربنا يخليك يا معلمه، اتفضلي هات عنك الشنطه. خد واخويا الله يسترك. يلا اتفضلي على مهلك.
دونجول. يلا يا بطة هوبا يلا. بقول لك يا دونجول. يلا طلعني اتنين واحدة هوبا. يا معين يا رب. يا معين امسكي نفسك امسكي اعصابك يا معلمة فتكات. يعني الواحد اللي هو في ايه؟ طلقتي يا دونجول. طلقت سلطان طلقني. معلش يا معلم. يلا يا اخويا. زغرات يا ام سماره المعلم طلق بجداره. يا مار ومنور عالخلاق.
ازيك يا حاج؟ انت اسمك ايه؟ اسمي ابراهيم. بقولك يا ابراهيم، الفرح ده بتاع مين؟ كان ايه يا مسعود يا فندم؟ انت مش عارف فرح مين ده؟ ما اسالك تجاوب. ده فرح بنتك سماره انا علي سلطان. يتفو عليه وعليها وعليك انت كمان. شيل ويانا بنت الحارة يا بنت الحارة بنت الحارة بنت الحارة بنت الحارة يا منها يا منها يا منها اتفضل معانا معالي السلطان. وفي حاجة؟ احنا من مكتب مكافحة المخدرات. وايه اللي حصل؟ هو في ايه حضرة الظابط؟ هنعرف كل حاجة دلوقتي. اتفضل معانا. يو هتاخده فين يا سعادة البيت؟ ده الليلة دخلته يا اخويا. ليه على طول؟ اتفضل. ها؟ امه مودينا على فين الحكومة يا بنت؟ ما انت شايفة بعينيكي اهو ياما. يلا يا اختي نروح البيت يلا. بيت ايه؟ مش نستنى النيلة السودا دي ما نشوف الراجل هيعمله معاه ايه؟ ما الحكاية والرواية باينة يا اختي زي الشمس اهي. قال على رأي المثل، فرح مين فرح عديلة، قالوا هدوا بلا نيلة.